مساء الخير واهلا بيكم بحلقه جديده من بوكس تو بوكس. طبعا النهارده اتاخرنا شويه لان المباريات الجوله الاخيره لسه خلصانه، ما فيش خمس دقائق وخلاص انتهى الموسم الدوري، موسم 2021-2022، وعرف كل شيء او بالادق اللي توقعنا حصل. يعني كانت كل التوقعات بتشير ان الجونه الاقرب للهبوط ويحمل البطاقه الثالثه في الهابطين لدوري القسم الثاني مع نادي إسترن كامباني ومع نادي المقصة، وده اللي حصل بالفعل رغم فوز الجونة على نادي بيراميدز النهاردة 3-1. وافترض يعني في الطبيعة ده انتصار كبير جدا، لكن في الآخر انتصار لم يشفع للجونة البقاء، لأن غزل المحلة اتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، نقطة كانت كفيلة ببقائه في الدوري الممتاز بسبب المواجهات المباشرة بين الجونة وبين غزل المحلة. كمان قدر المقاولين العرب انه يكسب النادي المصري البورسعيدي 2-1 عشان خاطر يبقى في الدوري الممتاز ويرفع رصيده ل 38 نقطة، ويتخطى كمان الاتحاد السكندري. الحقيقة انجاز كبير للكابتن شوقي غريب، 4 مباريات كسبهم منذ ان تولى مهمة تدريب نادي المقاولين العرب. المقاولين العرب خدوا بالكم في الترتيب ايه ده، صعد فوق الاتحاد السكندري وصعد فوق الاسماعيلي وصعد فوق سيراميكا وفوق غزل المحل. يعني نتيجة بصراحة لم تكن متوقعة اطلاقا للمقاولون العرب لغاية 3-4 اسابيع فاتوا. ان كمان قدر طلائع الجيش النهاردة انه يكسب ويصعد للمركز الرابع علشان خاطر يبقى طلائع الجيش مسيطر او دخل المربع الذهبي بالمواجهات المباشرة قدام نادي فيوتشر. هقول لكم نتائج النهارده كلها وبعدين نخش في التفاصيل. يعني البنك الاهلي تعادل مع ام بي 1-1، سموحه تعادل 0-0 مع فاركو، الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا 4-0، الاسماعيلي بيخسر من طلائع الجيش 1-0، المحله والاتحاد السكندري 1-1، بيراميدز بيخسر من الجونه 3-1، المقاولين العرب بيكسب المصري 2-1، والزمالك بيخسر اخر مبارياته مع ايسترن كامباني. طبعا الزمالك بطل الدوري بيخسر امام ايسترن كامباني الهابط للقسم الثاني بنتيجة 2-1، لكن الزمالك لعب مباراته النهاردة كاملة بالناشئين والشباب، وبالتالي يعني النتيجة مقبولة بالنسبة لأن الزمالك ما لعبش خالص لا بالصف الأول ولا حتى بالصف الثاني، لعب بالصف الثالث. خليني أقول لكم أنه الأهلي كسب النهاردة 4-0، ماشي ما فيش مشكلة يعني، لكن مش ده الموضوع بالنسبة لي. يعني الماتش الشوط الأولاني ما فيش خالص، يا دوب هي الهجمه اللي جه منها الجول بتاع احمد سيد غريب اللي حطها بوش رجله كده على يمين حارس مرمى عامر حارس مرمى سيراميكا. الشوط الثاني بينالتي طرد اللاعب بتاع سيراميكا، اتفتح الملعب، الاهلي قدر يجيب 3 اجوال، كسب 4-0. الاجوال الثانيه كان رامي ربيعه جاب البينالتي، بعد كده ميكيسوني، والنهارده تالق بصراحه، ورأفت خليل اللي عمل ماتش كويس نزل في الدقيقه 71، يعني عمل تلت ساعه كويسه جدا ومشروع لعيب كويس الحقيقه في النادي الاهلي. تشكيله الاهلي مصطفى شوبير النهارده لعب، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد في الدفاع، في نص الملعب لعب محمد اشرف واحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، ميدو، نبيل، وفي الهجوم احمد عبد القادر، واسمي كيسون، واحمد سيد غريب. والراجل لعب بثلاثه مدافعين سرد باكات، لاول مره بيلعب بكريم فؤاد سرد باك، وبعدين احمد سيد عبد النبي كان بيلعب ناحيه اليمين، نفس فكره المسلوسي في الزمالك كده ونيمار في اليمين، المسلوسي كان باك رايت، الراجل بيلعبه ناحيه اليمين مساك ثالث، وفي حاله الهجوم بينتقل انه يدافع كباك رايت وبيتقدم نيمار، عمل كده برده سواريش النهارده، كان عبد النبي هو اللي بيروح ناحيه اليمين وكريم فؤاد كان بينتقل الى مركز الظهير الايمن في حاله هجوم النادي الاهلي. نزل محمد محمود كالعاده الحقيقه، كان ليه دور مهم جدا في فوز الاهلي في الدقيقه 71 وعمل شكل للنادي الاهلي افضل من الناحيه الهجوميه. نزل محمد محمود وطلع احمد سيد غريب، ونزل رافت خليل وطلع احمد عبد القادر، نزل حمزه علاء وطلع مصطفى شوبير كحارس مرمى في الدقيقه 75، نزل علي عمرو مكان ميكيسوني في الدقيقه 79، وشرقيه نزل مكان محمد عبد المنعم برده في الدقيقه 79. كل ده ماشي، لكن انا اللي لفت نظري تصريحات كيروش بعد المباراه، سيبك من التصريحات الفنيه، لكن هو فاجئني الحقيقه، مش عارف ليه بيقول عليه كيروش، سواريش مش عارف يعني شتان الفارق، بس انا ما اعرفش ليه بيقول كيروش، مش عارف احفظ اسمه لغايه دلوقتي، سواريش عمل تصريحات عجيبه جدا لدرجه تناقلتها يعني المواقع بتاعت القنوات الاخباريه زي الجزيره وزي العربيه وحاجه غريبه جدا. خليني اقول العربيه قالت ايه، يعني موقع العربيه نيوز
عمل تصريح لسواريش. بص يا سيدي، ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكره الاول بالنادي الاهلي، ده بعد مباراه النهارده بتاعت سيراميكا: نعم هي اخر مباراه في الموسم الحالي، ولكن نستعد للموسم الجديد. نستعد، غريبه جدا. كمان سواريش: انا موظف في الاهلي وجاهز للموسم الجديد. ده القاهره 24: انا موظف في الاهلي وجاهز للموسم المقبل. حاجه غريبه جدا، يعني ايه اصراره انه يظهر جمله انه جاهز للموسم المقبل. الجزيره خدت تناول التصريحات سواريش ولخصتها: اعلم حجم الاهلي ومتطلباته القويه وفخور بتدريبه. الاهلي لا يغفر النتائج السلبيه، لكني وافقت على اللعب بالناشئين لاراحه اللاعبين. الخطيب اتفق معي على الجاهزيه للموسم المقبل. كنت اعرف انني سانتقد واقرا بعض الامور الكاذبه. هذه المباراة ليست الأخيرة لي، وسنبدأ الموسم المقبل بشكل طبيعي. الكلام ده على طول تفسيره إيه؟ أولا إن محدش قاعد مع الراجل، يعني كل اللي احنا قاعدين نتغذى بيه على مدار الأربع خمس أيام اللي فاتوا، وإن قعدوا معاه واتفقوا معاه وحجزوا له تذاكر الطيران، كابتن خطيب قاعد معاه واتكلموا في إيه وعملوا إيه، وتقديرا ليه كابتن خطيب هو اللي أبلغه بإنه ماشي لأصله مع كل الكلام ده، وطلع وكيله قال لا ده في شرط جزائي. ما فيش شرط جزائي عندنا، العقد ما فيهوش بند يقول إن الشرط الجزائي يطبق مع بداية الموسم الجديد، لا الشرط الجزائي يطبق من أول ما تولى مسؤولية الفريق. ده كله بيخلينا نقول كده، ايه التصريحات دي؟ محدش قاعد مع الراجل لغايه دلوقتي؟ معقول الراجل في كل تصريحاته النهارده في المؤتمر الصحفي بيؤكد انه باقي مع الاهلي وانه مكمل للموسم القادم؟ كابتن طارق، مساء الفل. مساء الفل يا محمد، تحياتي ليك ولاسره المدرب. انت كده يعني انت بقيت رابع. الحمد لله طبعا. احنا لو طولنا، لو احمد دياب كان طول في الدوري شويه انت كان ممكن تزوغ على الثالث. يعني باخد والله الحمد لله بعد ربنا سبحانه وتعالى، كونك انك تحقق الرابع بعد ما كان مركز لك الثالث من تحت او الثاني من تحت. طبعا ديت يعني موسم كان شاق بالنسبه لك. طبعا في الشك، الحمد لله رب العالمين. واللي احنا خططنا له بشكل كويس جدا. قول لي، من اصعب المواسم في حياتك ده؟ من اصعب المواسم، ويعني صراحه يعني كان فيها جهد كبير جدا جدا على الصعيد الذهني، تركيز، ولكن يعني كونك انك بتحقق الهدف يعني طبعا في الشك طبعا بيضيع التعب ده كله. في الشك انا سعيد جدا جدا ان قدرت ان انا اسهم في ان الفرقه تنتقل للمكانه ديت، مكانه مميزه. تفوقنا على فرقه كبيره جدا جدا جدا، ويكفي ان احنا في اخر المشوار كنا ندي بالندي مع فيوتشر. رغم انها كانت في سباق كبير جدا في عدد النقاط من بدري، لكن احنا كان الفرق كبير بصراحه. قلتنا الفرق شويه بشويه لحد المباراتين الاخرى، الاهلي والاسماعيلي، كان هدفنا واضح هو الحصول على الست نقاط عشان نقدر نصل للمركز الرابع. انا بحيي فيها طبعا اللاعبين بشكل كبير جدا. قلت للعيبه الكلام ده بقى قبل الماتشين دول؟ كله طبعا في الشك. يعني الدوافع تحقيق المركز الرابع يمكن الدافع الرئيسي. في الشك طبعا النادي من اول رئيس النادي رئيس جهاز الرياضه اللي وراء حسام خضر، لكل النادي كنا مسخرين صراحه يعني كل الامكانيات عشان نحقق المركز ده، لان ده زي ما قلت لك قبل كده، ده ان شاء الله باذن الله بدايه انطلاق للموسم الجديد باذن الله. ان شاء الله. كابتن طارق، بعض الاسئله يعني هسالك ولا حضرتك تجاوبني اجابات سريعه، يعني حضرتك مكمل مع الفريق الموسم المقبل؟ ان شاء الله مكمل. تمام. السؤال الثاني: في انباء بتتردد لا زالت عن رحيل بعض اللاعبين، وفي ثلاثه بالاسم بيتقالوا يعني بقوه: محمد بسام، مصطفى الزناري، ومؤخرا احمد سمير للنادي الاهلي. لو حضرتك حابب تجاوب. انا كان بيني قعده قبل مباراه الاهلي مع مجلس الاداره للتخطيط للموسم الجديد. وكان طبعا وعمرو السيسي كمان في كلام عليه للزمالك. وكان طبعا انت عارف انا من زمان وانا عمال بقول ان هناك مشروع يعني بدانا تخطيطه. انت في كل مداخلاتك بتقول كده الحقيقه معايا او حتى بشوف لك تصريحات في اماكن اخرى. والحمد لله وصلنا لنقطه جيده جدا جدا جدا، وده اللي اتفقنا عليه مع مجلس الاداره، ان الابقاء على العناصر القوام الرئيسي بتاع الفرقه. واستجاب مجلس الاداره بشكل كبير جدا جدا لكل الطلبات، واولهم كان بسام.
يعني اقدر اقول بسام باقي ما فيهاش نقاش؟ كله باقي، كله باقي، كله باقي، مفيش حد هيتحرك خالص. يعني وقفلنا الباب امام الجميع واعلناها اداره وفنيا وكل شيء. لا يعني الوقت لما طلع الجيش بيتلقى اتصال تفاوض من اي نادي بتقول لا قفلنا خلاص. انها طبعا انت عارف مخدمين على طول عربيه، زي ما قلت لك المره اللي فاتت استاذ محمد، ان احنا عشان نقدر نخش وش اسش الدبابير ده المراكز ديت محتاجين ان احنا نحافظ على القوام الرئيسي وندعم كمان بشكل كويس عشان نظهر بالصوره اللي تليق بمكان ينتمي لمؤسسه كبيره زي مؤسسه القوات المسلحه. طب يعني انا اقدر اقول ان عمرو السيسي باقي، مصطفى الزناري باقي، بسام باقي، احمد سمير باقي، كل الاسماء دي مكمله، مفيش غير مهند لاشين فقط. كله مكمل ان شاء الله. مظبوط كده؟ حتى لو في صفقات تبادليه يا كابتن؟ ولا تبادليه ولا تراجعيه. بس انا خد بالك انا بسمع كلامك تمام، بس يا خوفي خد من كلامي كلام ثقل وصر، عارف كان كلامه وصر. يا خوفي انا بقول لك كلام ثقه. طب انت ناوي الدعم؟ انت خلاص انت هتدعم اكيد، هتدعم بعدد كبير من اللاعبين ولا انت في قدر؟ لا انا ما بدعمش بالكم، انا بدعم بالكي. كم صفقه تقريبا ممكن تدعم؟ يعني ما فيش شك طبعا هندعم على صعيد الخط الهجومي، لان هو ده الخط اللي احنا متاثرين بيه بشكل كبير جدا. انت محتاج فيرود؟ مش فرود، لا ده محتاجين فراودة. تمام، يعني انت ممكن تجيب خط الهجوم بالكامل، ممكن تجيب اثنين او ثلاثة فراودة. حاطط عينيك على حد يا كابتن؟ والله احنا بنشوف وبنتابع في خلال الفترة اللي جاية ديت، عارف الفترة اللي فاتت ديت ولسه في وقت يعني. كانت مزنوقة كل ثلاث ايام ماتش، فطبعا ما كانش في تفكير غير في تحقيق الهدف. تمام، فاحنا دلوقتي حققنا الهدف، خلال الفترة اللي جاية يعني هنركز ازاي بقى ندعم. هتجيب الدوري الممتاز ولا ممكن تبص للقسم الثاني مثلا ولا؟ لا انا يعني دايما انا ببص دايما، بص المرحله اللي جايه مرحله محتاجه لاعبين ذو خبرات جيده وفت وجاهز بالظبط كده، لاعبين يقدروا ينقلوك كمان. فبالاضافه للعيبه بتاعتنا، بالاضافه كمان ممكن تدعيم على الصعيد اللعيب البروفيشنال برضه بشكل كويس جدا جدا عشان نعمل تيم متكامل يقدر نقول لما احنا نخش في معمعه المنافسه على المراكز على المربع يبقى احنا قادرين ان احنا نفوز. هو انت كده بطولة عربية خلاص اتحسمت القصه دي، الخامس والسادس او الرابع؟ انت خلاص هو الخامس هو فيوتشر؟ لا 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 لاحقيا الخامس والسادس بطوله عربيه. يعني مفترض الطلائع على اعتبار انه كان فيوتشر اتحدد من بدري الكونفدراليه. لو ما كانش اتبعت طبعا الاسامي كنا احنا رقم واحد، احنا اللي مترشحين للكونفدراليه. طبعا وبيراميدز بدوري الابطال بالظبط بنفس المفهوم يعني، انما كان ده قرار كان متاخد من بدري. يبقى كده طلائع الجيش وسموحه المفترض هما الاثنين يشاركوا في البطوله العربيه. بالظبط مظبوط كده؟ ايوه بالظبط، لان في كلام ان المصري ممكن يبقى ليه مكان او مقعد ممكن يبقى اضافه لينا، لان الاتحاد العربي ساعات ممكن ياخد ثالث من مصر. ليه توجيه؟ لا ليه توجيه ان هو ممكن يتواجه، من حقه ان يختار انديه جماهيريه يشارك في البطوله مكان الخامس والسادس. لا ولا لا إضافة. اضافه اضافه يعني يبقى ثلاث انديه من مصر. هو من حقه ان يضيف للبطوله اللي هو شايفه كانديه جماهيريه، زي ما شارك الاتحاد، زي ما شارك الاسماعيلي، بس هم شاركوا على حساب انديه مصريه يعني. يعني واخد بالك وقتها شاركوا على حساب انديه ثانيه كان لها حق المشاركه لو تفتكر قصه سموحه الشهيره يعني. ايوه لا ده سموحه كان كونفدراليه او كونفدراليه كان مصري. كان مصري كونفدراليه صح. مظبوط. عموما كابتن طارق يعني ان شاء الله بالتوفيق، وبنهنيك على الاداء الجميل بتاع طلائع الجيش الحقيقه، وانت يعني انهيت الموسم باداء ممتع. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش. هرجع تاني لسوارش، قصه سوارش دي والاخبار اللي عماله تنزل دي وتصريحاته اللي قالها في المؤتمر الصحفي تديني وانا بحلل حاجتين. اول حاجه ان الراجل ما حدش قاعد معاه، ودي برضو حاجه غريبه في الاهلي. طب ما حدش قاعد معاه ليه؟ الناس مكسوفه تقعد معاه؟ ما اعتقدش، ده في الاخر شغل يعني، ما فيهوش هزار يعني. اي حد يستطيع يقعد مع المدير الفني ويقول له والله احنا يعني بنشكرك جدا، لجنه التخطيط تقدر تعمل كده، كابتن سعد عبد الحفيظ نفسه يقدر يعمل كده، امير توفيق، كابتن امير توفيق ممكن يعمل كده، كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره واللي مع الكابتن خطيب في الاشراف على الكوره ممكن يعمل كده، كابتن خطيب نفسه ممكن يعمل كده، ما فيهاش حاجه يعني. انما الراجل ما حدش قاعد معاه، ده بيقول ان الكابتن خطيب قال له كمل الموسم الجاي. الحاجه الثانيه ان في شرط جزائي، فالاهلي قاعد يبحث كيف ينجو
من كمين الشرط الجزائي. ولو تفتكروا انا قلت لو الاهلي فعلا ما فيش شرط جزائي يحط على الموقع الرسمي هذا الكلام، وفي نفس الوقت في شرط جزائي ما فيش شرط جزائي سواريش خلاص القضية بالنسبة له انتهت، واعتقد الخصام واضح جدا. يعني الموضوع خلص يعني جماهيريا وفنيا وكإدارة الاهلي وكل حاجة. طبعا دي تصريحاته، والراجل بيضغط بيه على الاهلي عشان الشرط الجزائي، وبيظهر ان محدش كلمه واصبح له حق. في كلام بتقال ان في بعض الاندية البرتغالية بتكلمه، يعني اتقال كده برضه ان في انديه في البرتغال بتكلموا الفتره اللي فاتت دي، يعني كام يوم اللي فاتوا ده لما عرفوا ان هو ماشي عشان يروح ياخدوه. ممكن ياخد معاه ميكيسوني، مش ميكيسوني النهارده تالق وجاب جون وما اعرفش ايه، ممكن ياخده معاه يعني ما فيش مشكله، يعني يرافقه في تجربته الجديده في البرتغال ما فيش اي مشكله، مش هنزعل يعني مش هنتضايق يعني. كم تاثرت حتى البكاء وانا اتابع وارصد تلك مظاهره الحب الكبيره والجميله التي حظيت بها من قبل زملاء اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمه والوفيه. الان ايقنت من جديد ان للاخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل اموال وكنوز الدنيا، وتاكد لي انني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما سهل تعمل فلوس وصعب انك تحقق انجازات وتكتب تاريخ او تكتب تاريخ. لا اصدق ان رحله 11 عام مرت وانني وصلت على خط نهايه مشوار الكره، واتذكر حلم الطفوله وارتداء الفانيله الحمراء صغيرا. اتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل شرف اللعب للاهلي، والحمد لله حققت كل ما كان يفوق احلامي وما لم يخطر في خيالي. لمست مع الاهلي وبفضل الاهلي سماوات كل الامجاد والبطولات، ويكفيني فخرا ان منحني الاهلي شرف اعلان الاعتزال وانا اقف على اكبر مسرح كروي من فوق منصه التتويج ببطوله كاس العالم للانديه مع كبرونز. يعني الاهلي اخد برونز اخر بطولتين. رحلتي مع الاهلي داخل البساط الاخضر انتهت، كنت فيها خادم للكيان وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحله حب وانتماء للكيان مستمر للابد واشكركم. دي مشاعر الكابتن وليد سليمان، بس انا كنت عايز الموضوع يتنظم احلى من كده بصراحه. يعني الاهلي كان ممكن يعمل يطلب من الجمهور انه يتواجد النهارده عشان وليد سليمان، كان الجمهور الاهلي هيستجيب، كان ممكن يقعد اربع خمس ايام اعلام الاهلي وموقع الاهلي وقناه الاهلي والناس تطلب ان يتواجد وليد سليمان، وتعمل له ممر شرف ويحضر كابتن محمود الخطيب ويحضر الناس، وممكن كان ده يحصل، كانت هتبقى احلى وكانت هتبقى اشيك الحقيقه يعني. انما خلاص اوكي، يعني احنا هنعتبر ده بيكفي وليد سعيد بيه خلاص ما فيش مشكله يعني. لكن انا دايما بحب انه الناس اللي ادت تاخد التكريم اللائق جدا عشان يبقى مشهد يحتذي بيه كل اللعيبه الصغيره. هو ده قصتي يعني. طيب وليد سليمان دي الدخله هي حاطين لثمن الجمهور، عهدناك رجلا فكنت على قدر المسؤوليه، شكرا يا وليد. ولا ده ايه دي؟ طبعا ده الكابتن يا حاوي، شكرا يا حاوي. دي طبعا الدخله اللي عملها جمهور النادي الاهلي النهارده لصالح وليد سليمان. هقول لكم بقى انجازات وليد سليمان والبطولات، المواقع اللي هي رصدت موقع الوطن رصد مسيره الكابتن وليد سليمان وبطولاته. قال لك مسيره تاريخيه 24 بطوله لوليد سليمان مع النادي الاهلي في 11 سنه. دوري ابطال افريقيا تخيلوا في 11 سنه وليد كسب البطوله دي اربع مرات. دوري ابطال افريقيا كسب الدوري ست مرات في ال 11 سنه. وليد سليمان لعب مع الاهلي، انتقل سنه 2011 لعب مع الاهلي 11 سنه، الكونفدراليه مره، كاس مصر مرتين، السوبر الافريقي اربع مرات، السوبر المصري خمس مرات، وبرونزيه كاس العالم للانديه اخذها وليد سليمان مرتين. مسيره الحقيقه حافله وضخمه جدا، ولاعب الحقيقه قيمته عاليه جدا. بنتمنى له كل التوفيق الفتره الجايه وليد سليمان مع النادي الاهلي. لفت نظري تصريح عامله معلق اماراتي، راجل جميل كده اماراتي، مستغرب جدا من اهو. طبعا الكابتن عامر عبد الله المري ده معلق اماراتي، مستغرب جدا من الضغط اللي على الاهلي والهجوم اللي عليه جدا. بص بيقول ايه بقى: حينما رايت العنوان التالي الاهلي المصري ينهي الموسم في اسوأ ترتيب منذ 30 عاما، اعتقدت انه نزل الى ما دون الثامن مثلا، تحت الثامن يعني، ومن ثم تاكدت انه احرز المركز الثالث. لله ضرك يا زعيم افريقيا، 30 سنه ما بين اول وثاني، انت بجد حاجه كبيره قوي. ده عامر عبد الله المري معلق اماراتي. الناس بتستغرب هو ايه الضغط الكبير اللي على الاهلي ده لمجرد انه بقى ثالث في الدوري المصري. فانا عايز اقول للكابتن عامر عبد الله، الاهلي عود جماهيره
وعود كل الناس انه لا شيء الا ان يكون بطلا. الا ان يكون بطلا، عشان كده هو ده الاهلي، نادي القرن والقيمه الكبيره والرعايه الضخمه واكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط في الوطن العربي، وبينافس انديه اكبر انديه العالم على الاكثر حصولا على القاب، والجماهيريه اللي موجوده في كل حته دي، لان الاهلي لا يعرف في قاموسه الا ان يكون بطلا. عشان كده هو الاهلي. فبعايز اقول للمري ما تستغربش، بالعكس ده انت تفرح مش تستغرب او تندهش. طبعا استغرابه واندهاشه يشعرك بالفخر ان الاهلي يبقى بالشكل ده، عشان لمجرد انه خد تالت دفاع دي بتتمنى تخش المربع الذهبي، بس مش الاهلي. الاهلي عنده يا اول يا عاشر، مش فارقه بقى يعني، بعد الاول مش فارقه، تاني تالت رابع تاب سابع تامن عاشر، هذا الموضوع مش فارق على الاطلاق يعني. فعشان كده هو النادي الاهلي. انا بمناسبه الكلام على الاهلي، طلع حاجات طلع اخبار النهارده قويه جدا. بدا يلمح وفي مواقع سعوديه، موقع سبورت السعودي، انه تم الاتفاق النهائي بين التعاون السعودي وبين النادي الاهلي على انطلاق مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق واللي انتقل للتعاون في يناير اللي فات. تم الاتفاق على انتقاله للنادي الاهلي. ده موقع سبورت السعودي. التعاون يرحب برحيل مصطفى فتحي الى الاهلي المصري. اهو ده الكلام ده النهارده، صحفي اسمه طلال عبد الرحمن. حتى الخبر بدا وافق نادي التعاون في الساعات الماضيه على فكره رحيل لاعب الوسط الدولي المصري مصطفى فتحي الى صفوف نادي الاهلي المصري. الكلام ان التعاون عايز 2 مليون دولار، خد بالك الاهلي المصري مش حد تاني. الكلام ان التعاون عايز 2 مليون دولار، والاهلي بيحاول ينزلهم لمليون دولار، وممكن يطلع لمليون ونص دولار، واذا وصلت ل 2 مليون دولار هيدفع النادي الاهلي. مش عشان يكيد الزمالك، مصطفى فتحي لعيب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لان الاهلي عنده مشكله على في اطار الجناحين بتوعه. مصطفى فتحي ممكن يلعب وينج رايت، وده مكانه الاساسي ومتالق فيه جدا اخر سنه تحديدا قبل ما يمشي، سواء مع الزمالك او نص الموسم اللي قبليه مع سموحه، وكان بينافس على لقب الهداف في 6 شهور بس اعير فيهم لسموحه، وبعدين جه تالق جدا مع نادي الزمالك لو تفتكروا. الحاجه الثانيه انه لعيب دولي ولعيب صاحب خبرات، وكان لعيب في الزمالك ولعيب متعود على البطولات ومتعود على الضغط الجماهيري ولا يعرف الا البطولات وكل الكلام ده. مصطفى فتحي لعيب كبير، لو راح الاهلي فعلا دي اضافه للنادي الاهلي. يلا كوره بيؤكد هذه الاخبار وبيقول وفق تقارير موجوده حاليا، التعاون السعودي يوافق على انتقال مصطفى فتحي الى النادي الاهلي. طيب السؤال بقى، هل الزمالك هيترك مصطفى فتحي يروح الاهلي؟ الزمالك ما عندوش غير حاجه واحده يقنع بها مصطفى فتحي ان يبقى، إذا بقي في مصر يروح الزمالك، هي شيكابالا. علاقته قوية جدا بمصطفى فتحي. فالزمالك إدى أوردر لشيكابالا، وشيكابالا بيساعد جدا، وده دور مهم جدا لشيكابالا مع الزمالك الحقيقة. سواء في التعاقدات، سواء في الاتفاق مع اللاعبين، حل مشاكل اللاعبين، إنه يقنع مصطفى فتحي أن يبقى في الزمالك. أو يكمل في الزمالك، أو إذا كان هيبقى في مصر يكمل في الزمالك. هكلمكم في القصة دي في حاجة مهمة جدا. بس خلوني اخد التليفون ده عشان ده تليفون مهم. محمد عادل المشرف على الكوره بنادي المقاولون العرب. كفاره يا باشمهندس. كفاره يعني يا اخي والله العظيم، بص غلبتونا الحمد لله. يعني انت وشوق غريب وكلكم ناس حبايبنا، يقف الواحد بقى قاعد بنشجع المقاولين العرب في انديه كده. لا خد بالك، في انديه بيبقى لها يعني بجانب الانديه الشعبيه طبعا كلنا بنحبها بما فيهم انت، بس في انديه لها تاريخ برضه. طبعا يعني المقاولين، اصل احنا عشنا التاريخ ده في الثمانينات، المقاولين تاريخ عظيم يعني، ما يعني الحمد لله بيظل نادي مهم. بس ايه اللي حصل يعني فجأة اربع انتصارات كده؟ مش فاهم. ما هو دايما بتبقى بقى يعني ما فيش شك طبعا، عشان لازم ندي لكل واحد حقه. لمسات الكابتن شوقي غريب واضحه جدا، سواء في الناحيه الفنيه، في الناحيه التكتيكيه. لا بص، الكابتن شوقي مدرب كبير واختيار، انا هنيك بص الكابتن شوقي عنده مستين، انا اسف اذا كنت هقطعك يعني، بس ده حق يجب ان يقال يعني، ده حق يجب ان هو يتقال خلاص بعد ما انتهت المهمه بتاعته في انه يبقى بالفريق. كابتن شوقي متعود كمان يشتغل تحت ضغط، وده مش اي حد.
يعني مش اي مدير فني حتى لو قوي انه يتحمل ضغط ان انت تقابل الاخير وان انت عندك ماتشات، وانت كان عندكم ماتشات قويه جدا وصعبه جدا مش سهله. خد بالك. انه يقبل الوضع ده. انه يقبل الوضع ويشتغل تحت ضغط والفرقه تبقى حلوه كده وتكسب. طبعا. يعني لا يدل على انه مدرب كبير قوي. طبعا. وذو شكيبه ودي ثقه. بس انا ملاحظ شوقي غريب، كل ما المورين يجيب جول يجي لك انت يبوسك ويحضنك. ايه الكيميا دي؟ حبيبي. ركبت بسرعه، انت كنت اصحاب اصلا شكلها. طبعا. خد بالك انا بكلمك بسعاده. انت حبيبي برضو عشان. لا ما هو ماشي طبعا طبعا. طبعا يا باشمهندس انا الحقيقه بهنيك جدا وبقول لك يعني هي تجربه صعبه بس اكيد المقاولين هيتعلم منها الفتره الجايه. لازم نتعلم لازم. كابتن شوقي اكيد مكمل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ما تكلموا لنا ابو الشوق يا جماعه. هو جنبك ولا يا باشمهندس؟ لا والله جري هيطلع. خد بالك هيطلع على الساحل بقى خلاص، عايز يقعد لي يومين. يعني الراجل ليه حق بقى. بصراحه بصراحه طلب بقى الكابتن انت مكمل طبعا معاكم الموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بجهازه بالكامل ولا في تغييرات هتحصل؟ هو اللي بيختار كل حاجه. طب طالب صفقات معينه مثلا هتبتدوا عليها تشتغلوا عليها؟ والله هنبتدي نشتغل لسه بعد بس اخد هو 48 ساعة اكيد. احنا الفترة اللي فاتت كان يعني حالتنا يعني شدت طبعا الوضع اللي احنا فيه. بس انا بهنيك على برود اعصابك برضه يا باشمهندس، لان انت برضه تعاملت مع الموقف بهدوء شديد جدا بصراحة. عشان تقدر تنجح لازم تدرس كويس، لازم تبقى انت هادي عشان الناس، خصوصا في التصريح بتاع الامم المتحدة ده عجبني جدا كده برضه. يعني قال لك وتروح فيفا ليه؟ ما تروح في فرق النهارده بتخسر 3-2 نقدر نتكلم. امور صح يعني، خلينا يعني يعني عيب. عيب ان احنا نلتفت يعني احنا عايزين نبص للامور الحيويه في الرياضه. بس معلش انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني في بعض الاحيان برضو الهبوط وبيبقى ضغط برضو على يعني اللي يقول تصريح بيبقى برضو ساعات مضغوط او حاجه، وطبعا لا يليق لان اسم المقاولين كبير واسم الناس اسم كبير لحضرتك. لكن ما تتكلمش بالذمم. طبعا لا طبعا 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 انا معاك في دي. انا معاك في دي. الناس تتكلم بالذمم الا اذا كان هناك ما يؤكد هذا. لا انا معاك طبعا في دي مليار في المية. طبعا هو كلام حتى لا يليق على المقاولين ولا على الكابتن شوقي ولا على الناس خالص ولا على المنافسين. طبعا كابتن عمر او الاتحاد اسم كبير يعني. النهارده الاتحاد مع المحله ما هو متعادل 1-1 على فكره، والماتش في المحله وكان ممكن يكسب، ويعني هي ظروف كل ماتش ليه ظروفه يعني. قول لي بقى هدفك ايه الموسم الجاي؟ يعني معاك اسم كبير كابتن شوقي، انتوا اسم كبير. الاول اعمل فرقه. تعمل فرقه عشان ايه؟ فرقه كويسه بحيث ان انا خلال 2-3 بالكتير ابتدي انافس على بطولات حقيقيه. لكن انا هدفي دلوقتي اعمل فرقه للمنافسه. وتنزل بمعدل اعمار شويه يا باشمهندس برضه، محتاجين شويه خالص. كل الكلام ده طبعا مذاكرينه مدروس قوي. هل الكابتن شاوي مقدم تقرير في القصه دي؟ يعني عامل بلان كامل للقصه دي معاك؟ لا، هو الكلام طبعا بيني وبينه في بلان طبعا في دماغه. بس احنا مأجلين كنا كل حاجه لحد ما نقدر نخلص المأموريه الصعبه. بس الكلام ده عايز صرف، خد بالك. جاهزين ولا ايه؟ للسادة نواب الشعب اللي مسؤولين عن الرئيس، فين حقوق الانديه يا كابتن نائب؟ انت فتحت على نفسك. خد بالك انت شركه غنيه، اصرفوا شويه يعني. شركه غنيه منين احنا؟ ما فيش شركه في الدنيا ابدا في العالم كله الا شركه بتدور على المكسب والربح. طبعا الا ما كانتش ناجحه، الا ما كانتش تنجح. والا ما تنجحش. مظبوط. وبعدين احنا النهارده بقى الصرف بمبالغ يعني يا سياده الناس. يعني مثلا الميزانيه كام في السنه مصاريف؟ صدقني بقى اسمعني انت بقى. اتفضل. انا مقدم كذا مقترح للبث لحقوق البث وطرق التوزيع وتغطي الناس كلها. الدوري المصري الثمن ما يقلش عن 2.5-3 مليار جنيه مصري. يا جماعه يعني انا عامل مقترحات كتير، لو اتاخد فيها هتبقى. احنا ممكن نعمل حلقه على فكره في الكلام ده ونناقشه بقوه ونجيب المسؤولين ونفتح الموضوع ده. خد بالك احنا في البرلمان اجازه، احنا في البرلمان اجازه لغايه شهر 10. ابعت لحضرتك
هبعت لحضرتك على الواتس اقتراحاتي. تمام. وعلى اتصال بسيادتك. خلاص متفقين. الف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك. وبالتوفيق دايما، وان شاء الله الموسم الجاي يبقى افضل بالنسبه للمقاولين العرب. المقاولين العرب نادي على فكره عظيم جدا، يعني كسبنا بطوله افريقيا لما كانت مرتين اعتقد يعني، وكسبان دوري وكسبان كاس، يعني نادي الحقيقه ليه انجازات كبيره جدا، وجاب ومحقق القاب اكتر من انديه كبيره كتير في مصر الحقيقه يعني. فالمقاولين العرب عمل انجاز النهارده بالبقاء في الدوري كمان، يعني قمه السعاده الغزل للمحله. نادي جماهيري، نادي تاريخه عظيم، نادي محترم، نادي الحقيقه عمل حاجه سبق بقى كل الانديه. اول نادي عمل شركه للكوره هو نادي غزل المحله على فكره، اللي الاهلي لغايه دلوقتي متعثر والزمالك ما عملهاش. كلام كالعاده في الاداره يعني، انما غزل المحله عمل شركه ودخلت البورصه وخدوا خطوه مهمه جدا ربما تصب ايجابا في غزل المحله في الموسم الجديد. لكن احنا يهمنا في الموسم ده بقي غزل المحله كنادي جماهيري مع الانديه الجماهيريه في الدوري الممتاز المصري. قبل الفاصل عايز اختم لكم القصه بتاعت مصطفى فتحي. الزمالك زائش كمان على مصطفى فتحي، اوكي، لكن هل الزمالك يستطيع ان يسدد للتعاون وهو لسه سايب اللعيب بمليون دولار في يناير اللي فات، خد منهم نص وباقي نص. هل هيسدد 2 مليون دولار في لعيب هو كان بايعه بمليون دولار في شهر يناير اللي فات؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني بقى، هل مصطفى فتحي مرحب انه يبقى في الزمالك؟ معلوماتي بتقول ان لم يكمل عقده مع التعاون السعودي فالخيار الاول ليه هو النادي الاهلي. نطلع فاصل كده بسرعة، وبعدين نتابع كده تقرير عن حصاد الدوري المصري بقى ما بين الإيجابيات والظواهر السلبية والكلام ده، ونرجع نتواصل مرة تانية. النهاردة الزمالك خسر من إسترن كامباني 2-1، وخسارة أنا شايفها عادية يعني، خسارة عادية يعني، يعني مش قصة إن بطل الدوري بيخسر ومباراة معرفش إيه، لا يعني الزمالك بيلعب بتشكيل كله لاعبين صغيرين، محمد نديم في حراسة المرمى في اول ظهور ليه، احمد زكي، محمد حمدي، محمد طارق في الدفاع، حاتم محمد الشهير بسكر، محمد حسام الشهير ببيسو، محمد خضري واحمد عبد الرحيم ايشو في الهجوم، يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر وحسام اشرف. نزل احمد رفاعي مكان حاتم محمد اللي هو سكر، نزل ماجد هاني لاعب منتخب الشباب مكان محمد حسام بيسو، نزل محيي جمعه في الدقيقه 77 مكان محمد حمدي، قدر محمد ناصر بيجيب الجول الاولاني لايسترن كامباني، وبيجيب احمد حمزاوي الجول الثاني كان 2-0، وحسام اشرف جاب جول للزمالك في الدقيقه 72، واختتم الزمالك على الاقل فيريرا يعني بص على بعض اللاعبين الشباب، عارفين ان سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه كده كده موجودين اعتقد في تشكيله الزمالك في الموسم الجديد او في قائمه الزمالك بالنسبه للموسم الجديد، ممكن ياخد واحد او اثنين من المجموعه اللي لعبت دي كلها بجانب نديم، يبقى حارس مرمى ثالث مع حارس المرمى اللي هتعاقد مع المفروض نادي الزمالك خلال المره الجايه، مع حسام اشرف ممكن يبقى موجود برضه مع الزمالك في الموسم القادم. اطمئن ومحمد طارق من اللاعبين اللي لعبت برضه الموسم ده، اطمئن فيريرا على الصف الثالث في نادي الزمالك، وده حاجه الحقيقه تحسب لهذا الرجل، عنده صف اول، عنده صف ثاني، وعنده صف ثالث. النهارده زيزو هو ظاهره هذا الموسم. بص، في ناس تألقت في الزمالك كتير، بن شرقي تألق جدا، شيكابالا تألق جدا، سيف الجزيرة تألق جدا، محمود حمدي الونش تألق جدا جدا، محمد عبد الغني، عواد، احمد فتوح، المسلوسي، كل دي لعيبه تألق، حتى رؤى يعني، امام عاشور طبعا، لكن النجم الساطع في الدوري المصري كله مش بس في الزمالك كان احمد سيد زيزو، واللي النهارده الحقيقه الرابطه كرمته بمناسبه حصوله على لقب هداف الدوري برصيد 19 هدف، كمان زيزو افضل صانع لعب 14 تمريره عملهم اصفرت عن اهداف. زيزو يتسلم جائزه هداف الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، استلم الجائزه الحقيقه قبل انطلاق مباراه النهارده، وبيحيي طبعا زيزو جمهوره. زيزو لعيب مؤثر ولعيب مهم ولعيب كبير جدا، والحقيقه جاي له عروض كتير، ومنهم عرض من فرنسا، ومنهم عرض من اكتر من نانت الفرنسي على فكره، النادي بتاع مصطفى محمد طالب زيزو مؤخرا، واحنا داخلين خلاص انت الانتقالات تخلص بكره، وحتى الان لسه الزمالك ما سواش القصه دي، خد بالك يعني زيزو لازم يحسم مصيره خلال 24 ساعه، اذا ما قدرش ان هو ينهي يعني لغايه بكره احترافه الخارجي هو مستمر مع نادي الزمالك، واعتقد الاقرب لده
يعني بنسبه 90% الاقرب انه يستمر ان شاء الله في الزمالك، لان زيزو برضه هتقول لي الافضل انه يحترف في اوروبا. لكن احنا كمصريين متعتنا ان يبقى في نجوم عندنا في الدوري الممتاز، وابرز النجوم السنه دي طبعا احمد سيد زيزو اللي مفترض الزمالك هيعدل عقده للمواسم القادمه ويوعده بالاحتراف اذا جاله عرض كبير في الفتره اللي جايه، ويلغي منه البند بتاع الشرط الجزائي اللي كان معتمد عليه. بكده الزمالك بيختتم هذا الموسم على اكمل وجه، كسبان الكاس بتاع السنه اللي فاتت، كسبان الدوري، والزمالك الحقيقه هو افضل فريق كوره السنه دي في الدوري المصري. كنا اتكلمنا امبارح على الازمه اللي حصلت بين اداره الزمالك ورئيس نادي الزمالك مع جمهور نادي الزمالك. ولو احنا عندنا يا جماعه الكلام اللي كانت اتقال قبلها بيوم، عندنا احنا التصريحات اللي قبل كده بتاعت امبارح قبل ما اخد تصريحات النهارده، لو عندنا اي تصريح خاص بالازمه او التصريحات اللي صنعت الازمه لرئيس نادي الزمالك، لانه الجمهور هاج جدا لما اتحط الام في جمله. واحنا بنقول دايما انه يعني يجب احترام المتلقي وانت تتحدث على الهوى. يعني وانت بتتكلم على الهوى انت مش ملك نفسك، بس لسانك مش ملك نفسك، انت بتخاطب ناس وبتخاطب شباب وبتخاطب اهالي قاعده في بيوتها وبتخاطب ناس محترمه وبتخاطب جماهير وبتخاطب مسؤولين وشخصيات محترمه، فعلى الاقل تبقى وانت بتقول اللفظ حتى لو بتنتقد، لكن اعتدنا على كده مفيش مشكله. يعني وصف الجمهور بالفاظ ما عجبتش الجمهور، عشان الجمهور تجرأ وسأل فين الصفقات، وعمل هاشتاج فين الصفقات الناريه بتاعت نادي الزمالك، فاتقال انت مال امك. اهو مرتضى منصور، اي حد هيقول لي الصفقات اخبارها ايه هقول له انت امك مالها. التصريح ده عمل مشكله كبيره جدا في العلاقه بين جمهور نادي الزمالك وبين رئيس نادي الزمالك. امبارح في التصريحات اللي عملها رئيس نادي الزمالك تراجع عن هذا التصريح لما الموج عالي جدا، وده اللي قاله موقع البشاير وموقع الشروق. البشاير بيقول جاب ورا مرتضى منصور يتراجع ويعتذر لجماهير الزمالك. الشروق بيقول امهات جماهير الزمالك فوق دماغي وتصريحاتي لم تكن لهم. فتراجع في التصريحات وماله. احنا على فكره لما يحصل تراجع ولما يحصل اعتذار ولما الواحد يعرف ان هو غلط احنا نحيي ده. انت عرفت انك غلطان تقول انا اسف، مفيش مشكله، بالعكس يعني الجمهور يتسامح، بالعكس احنا بنطلب من الجمهور، لان الجمهور مش عايز يتسامح لغايه دلوقتي، لا بالعكس احنا بنقول للجمهور تسامح طالما حصل اعتذار. اعتذار يعني ايه؟ يعني انا عرفت ان انا غلطت فبقول انا اسف. طالما عرفت ان انا غلطت وقلت انا اسف فانا بطلب شخصيا من الجمهور ان يتسامح. ممكن تبقى زله لسان، ممكن يبقى اندفاع، ممكن يبقى كذا، ماشي خلاص. من ضمن التصريحات برضو اللي اتقالت امبارح ان الجمهور كان بيتهم امير مرتضى انه ما جابش صفقات كويسه السنه دي وكذا وكذا وكذا، وانه وفي بعض الناس في الجمهور شكك في امير مرتضى ان هو كان زمان ظابط وبتاع. خلينا نقول الاول في قصه الصفقات. فرئيس نادي الزمالك اعتذر عن لفظ الامهات اللي قالوا على الجمهور امبارح وفق اللي بتقوله المواقع اهو، ولما الجمهور اتكلم عن امير جاب تاني سيره الامهات. يعني نشوف موقع كل الكوره على لسان رئيس نادي الزمالك بقى امير ابني بيجيب صفقات تعبانه ومضروبه، دي امك هي اللي تعبانه. الله والله مش فاهم صحيح. يعني حصل اعتذار لانه سيره الام جت اول امبارح، فبعد الاعتذار تيجي سيره امير وان هو اتهم بصفقات مضروبه، بعيد عن انه بقى الاتهام صح او غلط، يعني دي امك هي اللي تعبانه. ولما شككوا في امير ان هو كان ضابط شرطه، والحقيقه كان ضابط شرطه فعلا يعني، فالحقيقه الراجل نزلوا له صوره وقال لك موقع كل الكورة نقلا عن رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة الزمالك، ده الضابط أمير مرتضى الاستقال شبه عمر الشريف، أهو شبه عمر الشريف. والله أنا قعدت أدقق كده في الشكل، قلت والله ممكن يبقى شبه عمر الشريف فعلا. بصوا دي الصورة اللي نزلت امبارح اللي هي على قناة الزمالك، والتصريح كده نقله موقع كل الكورة يعني.
فقلت اجيب صوره لعمر الشريف، وروني كده عمر الشريف يا جماعه. ده عمر الشريف الله يرحمك يا عمر. الله يرحمك يا عمر، ده انت شبه امير فعلا. طب بص، شبه بعض صح؟ شبه بعض. طب ما في صور لنا عمر الشريف هو ظابط؟ طب ده عمر الشريف هو ظابط، ده بجد شبه، ده توأم. ده انا امير ممكن يمثل على فكره. عموما مفيش مشكله يعني، لكن كل الكلام ده خلاص يعني ما فيش مشكله. يظل علامه الاستفهام واللوغاريتم هو تناول الكابتن الخطيب طول الوقت. كابتن الخطيب راجل مهذب جدا، وراجل صاحب اخلاق رفيعه جدا، ودايما يقول اختلف معاه في ادارته، تختلف معاه في حاجه، تختلف معاه في اختيار، تختلف معاه في موقف، تختلف معاه في اي حاجه، دي اراء. لكن ما فيش حد على مدار تاريخ الكابتن الخطيب من اول ما عرفناه لعيب، من اول ما كان في نادي النصر وراح الاهلي لغايه النهارده هو رئيس النادي الاهلي للدوره الثانيه، اختلف على اخلاق الخطيب ودماسة خلقه ولسانه. والخطيب هجيب لكم حاجة كده، كان تناول الموضوع ده من 4 سنين، من 3 4 سنين في افتتاح مش عارف حاجة، أو كان عامل مؤتمر لحاجة، بس أنا تذكرت كان تناول، وتشوفوا بيتناول الموضوع ده بقد إيه لسان مهذب جدا. وعلى فكرة الأدب والأخلاق أقوى كتير جدا جدا من الشتايم وعدم الأخلاق. يعني صفة الأخلاق دي خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى لما جه يصف النبي قال إيه في القرآن؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. لا ما قالش إنك على سلطان عظيم، ولا قال له وإنك لعلى يعني غنى عظيم، ولا قال له وإنك لعلى علم عظيم. ربنا سبحانه وتعالى حط الأخلاق هي أهم صفة في البني آدم، إن يبقى عندك أخلاق. عندك أخلاق يعني إيه؟ اللي ربنا قال لنا دي، يعني ليه وصف النبي أول وصف لي وإنك لعلى خلق عظيم. وخد بالك لما النبي يوصف بده فإحنا نحتذي بكده، خلق يعني خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا ما وصفه بدليل، لان الاخلاق دي يعني عندك اخلاق يعني مش كذاب، عندك اخلاق يعني مش نصاب، عندك اخلاق يعني مش هجاص، عندك اخلاق يعني مش حرامي، عندك اخلاق يعني مش فاسد، خد بالك، عندك اخلاق يعني مش حاقد، عندك اخلاق يعني مش جاحد، طالما عندك ايه؟ اخلاق. لان وانت عندك اخلاق مش هتقدر تكذب، اخلاقك تمنعك، مش هتقدر تحقد ولا تجحد ولا تسرق ولا تنصب ولا تهجص، اخلاقك هتقولك لا. ازاي اكذب وانا عندي اخلاق؟ مش هينفع. عشان كده من يعني الايه اللي الواحد بيحط، طبعا كل القران بيحط الواحد هو يعني النبراس بتاعنا، الآية دي هذا الوصف لازم نحط كلنا تاج على دماغنا، انك تبقى صاحب اخلاق حتى وانت متنرفز، حتى وانت بتتخانق، حتى وانت بتتزعق، حتى وانت بتختلف مع اي حد، الاخلاق. لذلك خرجت حكم وخرجت الفاظ، يعني يقولك اخلاق الفرسان، لا ده شبابنا بيختلف بس باخلاق الفرسان مثلا. ليه اخلاق الفرسان؟ يعني ايه؟ يعني عندك سقف حتى وانت بتختلف في اخلاقك، حتى في العداوه باخلاق الفرسان. كابتن خطيب فضفض بكلمتين في المؤتمر، بس انا عايز انقل لكم ده ليه، مش عشان اقول لكم هو فضفض قال ايه، لا، بس عشان اقول لكم ازاي قد ايه الراجل مهذب رغم كل اللي بيتقال عليه، رده قد ايه مهذب. حابب اسمعه لكم عشان نسترجع تاني كابتن الخطيب لما بيتكلم في موضوع مؤلم.
لان انت بتتكلم عن اخته او عن عائلته او عن بنته مؤخرا او عن جوز بنته او عن حتى الاهلي بيته او عن جمهور الاهلي حياته او عن تاريخه او عن اسطورته او حتى لو اتكلمت عن مواطن عادي اللي عنده اخلاق يتألم. يعني وانت بتتكلم حتى على مواطن عادي ملوش علاقة حتى بالاهلي ولا الزمالك وانت سمعت حد بيتطاول عليه انت بتتألم من جواك لان انت بني ادم عندك عاطفة وعندك لحم ودم مش سلوك. احنا ربنا ما خلقناش جوانا سلوك ومقاومات وبتاع ده في الاجهزة الكهربائية. لكن الانسان ربنا خلقه عنده مشاعر وعنده انسانية وعنده لحم وعنده دم. لكن يبدو ان في ناس سلوك اسلاك. يعني نشوف الكابتن الخطيب عشان اذكركم بقيمة هذا الرجل. اختلف معاه على فكرة مفيش اعلامي في مصر اختلف مع الكابتن الخطيب زي ما انا بختلف مع الكابتن الخطيب خدوا بالكم. لكن شهادة الحق تقول ان هذا الرجل مثال للاخلاق الرفيعة. نسمع نشوف الكابتن الخطيب وعشان نعمل المقارنة ان انت متنرفز حتى وانت متنرفز وبتتكلم في موضوع مؤلم بالنسبة لك بتتناوله ازاي لعلنا ناخد درس. يعني على فكرة مش لازم نتأثر بالحاجات السلبية او بالشتايم. يعني انا عارف ان ناس تقولك دي شتايم بيدخل البيوت والجيل بيطلع بيتأثر. لا حتى لو مفروض عليك ده وبتضطر تسمعه او تقدر تقلب. انت عندك ريموت كنترول تقدر تقلب وتقدر احنا كاعلام نغذي الناس اللي عندها اخلاق باستمرار لان المحترمين كتير واللي عندهم اخلاق كتير فاحنا برضو نحط عليهم الضوء. عشان كده انا حريص نسمع طريقة كابتن الخطيب لما اتكلم. الكلام ده كان من كام بقى؟ من 3-4 سنين وبيتكلم عن رقي النادي الاهلي وعن قيمة النادي الاهلي وعن مبادئ النادي الاهلي وان احنا ما ينفعش ننزل للمستوى المتدني ده. هو اسهل حاجة انك تشتم ولا اسهل حاجة انك تسكت وتاخد حقوقك بشكل اخر محترم ولو وسلكت تسلك الطريق القانوني السليم. وقال ان الكلام ده مش هيستقيم وانا معاه ان الكلام ده مش هيستقيم. مش هيستقيم كتير لان مش هيستقيم لان عندي معلومة انه مش هيستقيم. لا لان دي فرض الحياة لا يستقيم ابدا التجاوز. في حاجات كده في الحياة ثوابت الاخلاق تستقيم عدم الاخلاق لا تستقيم. فالراجل شوف بيتكلم والكلام ده اللي انا كنت يعني وجهت نصيحة لنادي الزمالك قبل كده وقلت بعيد عن الخناقات وبعيد عن الناس تختلف فيها الناس تتفق فيها يعني والتجاوزات وناس كتير مش موافقة يعني سيبك من كل ده وانه في ناس ممكن تبرر التجاوز تحت شعار الانتماء والبطولات والحواديت وناس تفتكر ان التجاوز ده معناه انك بطل وفي ناس تفتكر ده معناه انك قوي. كل ده كلام هقص في الاخر كلام هقص. لكن في حاجة اسمها قيمة. قيمة المؤسسة بتاعتك فين؟ وانا قلت لمجلس الزمالك او المعنيين في الزمالك اسأل نفسك سؤال هما ليه الرعاة بيهربوا مني؟ لازم اقعد اسأل نفسي كده. هما ليه الرعاة بيهربوا مني؟ ليه الفرق بيني وبين الاهلي في الرعاية زي المسافة اللي بين الشمس والقمر؟ ليه؟ السبب ايه السبب اللي قاله كابتن الخطيب بقى؟ كابتن الخطيب قال ايه؟ انا كنت بكتب وراه دلوقتي وهو بيتكلم انه الاهلي قال انا مش ممكن ارد لان الاهلي قيمة كبيرة جدا ما ينزلش ابدا لهذا الاسلوب ومش طبعنا ابدا. وقال ان الاهلي راقي وان المستوى الرقي ومستوى الاخلاق بالنسبة للنادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي يخليه ما ينزلش ابدا للمستوى ده. عشان كده الاهلي هنا في حتة تانية. عشان كده الاهلي دايما في حتة تانية. عنده ده اختلف في ادارته في حاجات واختلف في مواقف واختلف اصله هو انسحب وضغط على الحكام وماشي نختلف في ده. اصله هو اشتكى اتحاد الكورة وخب منه الجواب. اصل البيانات كتير. اصل جاب لعيبة زي ميكيسوني. كل ده كلام جائز فيه الاختلاف والاتفاق. لكن لا يمكن حد يختلف على القيمة الكبيرة للنادي الاهلي ولازم تعامل مسؤوليه تناسب هذه القيمة. نفس الكلام على الزمالك
قيمه كبيره جدا، فلازم برضو اسلوب مسؤوليه يكون مساوي لقيمه هذا النادي. عشان كده نادي الزمالك محتاج وقفه مع نفسه، لازم تعمل نيو لوك. وانا هنا طلعت على الهواء قلت ايه، اتحدى ان الزمالك يجيله ربع اللي جه هيجر الاهلي من الرعايه. هل او حد يطلع يقول انا هجيب للزمالك مليار و300 مليون زي ما طلعت الشركه قالت على لسان السيد سيف الوزير بوضوح، الاهلي على الاقل الرعايه فقط مليار و300 مليون غير البث التلفزيوني. فقلت اتحدى ان التصريح ده اتقال على الزمالك، اتحدى. ليه؟ مش هيعرفوا يعملوا كده، هم عارفين لان الرعاه بتهرب، دي فلوس واستثمارات واسماء شركات ضخمه، ما ينفعش اتحط وكل يوم تجاوزات 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 تجاوزات، ما ينفعش ما ينفعش. دي نصيحتي لمجلس اداره نادي الزمالك، لعله يسمع النصيحه ولا ينشغل باب عمر الشريف والحاجات دي، ينشغل بكيفيه يعني ايه نقل الزمالك نقله نوعيه اخرى في وقت هيبقى فيه نقله ضخمه جدا في عالم الرعايه. خد بالك الاهلي اللي هيتعمل بدايه من السنه دي نقله نوعيه واستثمارات خارجيه جايه للنادي الاهلي. دي مساله هتبقى مش سهله على الاطلاق، فدي الحقيقه رساله اعتقد ان هي كانت مهمه جدا ان احنا ننقلها لحضراتكم. عايز اقول لكم ان طلعت اخبار انه في سنت ابو بكر مهاجم نادي النصر، الاهلي خلاص مارشي بوف ده ولا مارشي بوف ولا اسمه اسمه ايه يا جماعه؟ ماشا اللي هو جلال الدين مشاري بوف بتاع النصر، الموضوع وقف خلاص، قال لك اصل عنده اصابه مش اصابه، وشفناه بيتمرن مع النصر، مش دي قصتنا خلاص. لكن في بدا يطلع كلام، موقع كورة 11 بيقول ان ماكينه اهداف لا تهدأ في سنت ابو بكر مرشح لقياده هجوم الاهلي، وقالوا انه التقارير في السعوديه بدات تظهر وتقول ان الاهلي ضاغط انه ممكن يضم هذه الماكينه، ماكينه الاهداف المتنقله. وعلى فكره الاهلي بيفاوض الراجل برضو الكاميروني اللي هو جويل تاجو اللي هو مهاجم ماريتمو البرتغالي بقوه، بل بيقترب، وفي كلام الوقت بدا يطلع على مهاجم نادي النصر السعودي. فاجئنا بيراميدز واحنا قاعدين نتكلم على ابراهيم عادل ومفاوضات الاهلي لابراهيم عادل ورمضان صبحي وهل يرجع الاهلي ومفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي والكلام ده. فاجئنا بيراميدز اليوم السابع قالت لنا انه بيراميدز يعلن تجديد عقد ابراهيم عادل حتى 2026. حتى 2026. يعني مضوا ابراهيم عادل ل 2026، وبعدين عقبوا تصريح تاني قال ايه؟ ومفيش مشكله لو حد عايز ابراهيم عادل يجي بس هيدفع فلوس كتير. هم عاملين فيديو، عندنا الفيديو ده، ده فيديو تقديم لابراهيم عادل اهو. بص جايبين كل دي اخبار عن ارتباطه في الاهلي بالاهلي، لا رايح الدنمارك لا الكلام ده، واحنا جددنا له العقد. في صوت يا جماعه مزيكا او حاجه؟ طبعا ابراهيم عادل من اللعيبه اللي هيبقى لها مستقبل باهر، وانا بقول لبيراميدز برافو عليكم على فكره. كل الكلام اللي اتقال على ابراهيم عادل وانتقاله للاهلي ومفاوضات هنا ومفاوضات هنا وكم وان هو رغبته وان هو ممتنع عن التدريب وان هو مش عايز وان الموضوع العمليه ده اونطه، وكل الكلام اللي اتقال ده، لان بيراميدز النهارده بيعلن مد عقد ابراهيم عادل لغايه 2026 وعمل له الفيلر اللي احنا شايفينه ده وحطه على الصفحه الرسميه بتاعته عشان كده يبقى ابراهيم عادل مستمر حتى 2026، الا لو حد جه دفع بقى الثلاثه ولا الخمسه مليون دولار اللي طالبهم نادي بيراميدز. كمان رمضان صبحي اعلن بيراميدز اللي عايزه 5 مليون دولار. اللي عايزه عندنا خبر كده 5 مليون دولار وممنوع انتقاله للقطبين. اهو اهو ده في جريده الوطن، مصدر في بيراميدز يحدد 5 مليون دولار، بيراميدز يحدد 5 مليون دولار لبيع رمضان صبحي وممنوع الرحيل للقطبين. يبقى ده رساله زي ما فيوتشر بعتها من يومين، مفيش تفريط في اللعيبه بتاعتي، زي ما طلع الجيش اعلنها رسميا النهارده الكابتن طارق العشري، مفيش تفريط في اللعيبه بتاعتي، وادي بيراميدز كمان بيعلن بهذا الاتفاق مع ابراهيم عادل او بتصريحاته عن رمضان صبحي انه مش هيفرط برضه في نجومه خلال الفتره القادمه. احمد عبد القادر هو لعيب صاعد واعد في النادي الاهلي،
ما قدمش المردود المناسب والجمهور مش راضي عليه. انا حلومه على بوست هو عمله النهارده بعد الماتش، الاهلي كسب 4-0 ماتش سيراميكا، عمل على الانستجرام زي بوست او حاجه كده او ستوري على الانستجرام. خلينا اقرا كده اللي كتبه. قال لك الحمد لله، ده بوست اهو، الحمد لله انتهينا من موسم صعب لاحمد عبد القادر، ما كانش من نصيبنا في بطولات كتير، وبحمد ربنا في اي وضع، وبحمد ربنا في اي وضع، بشكر كل الناس اللي دعمتني وخصوصا اخر فتره، لان ده الجمهور الحقيقي اللي وقت الازمه بيبان معدنه وحبه للنادي ولاعبته، وبرضه بشكر اللي غلط فيها بالاب والام اللي ملهمش ذنب ومن غير سبب، لان لولا غلطهم ده ما كنتش عرفت ان في ناس، وقام حاطط لفظ سيء جدا، احنا طبعا يعني حاولنا نغطيه يعني، حط لفظ سيء جدا وده اللوم بتاعي له. واخر شيء عاوز اقول له الجاي كله خير ومن نصيبنا ان شاء الله والايام تثبت ده وشكرا. عايز اقول لاحمد عبد القادر نصيحه، انت ما قدمتش مردود كويس السنه دي، وخد بالك انت راجع الاهلي من اعاره لسموحه السنه دي برضه، فالجمهور كان متوسم فيك خير، واحنا حتى كنا بنراهن ان انت هتكون من اللاعبين اللي هتنضم في عهد كيروش وممكن تلعب ماتش السنغال، كنا متوسمين فيك حاجه كبيره جدا، الا ان المردود ما حصلش، فلازم في سبب. انا عرفت السبب، ودانك مع الجمهور، وده عامله ازمه مثلا لمحمود علاء في الزمالك، ان ودانه دايما، تخيل محمود علاء بكل قيمته دي الزمالك عايز يسيبه، وعايز يسيبه ويجيب مين بقى مكانه، يعيره يعني سنه ولا حاجه، والناس بتقول احسن له عشان يرجع يفوق تاني، ويجيب مين مكانه؟ احمد ياسين، مصطفى الزناري، محمود شبانه يرجعه. تخيل محمود علاء يمشي عشان يجي مكانه احمد ياسين. طبعا كلهم مدافعين واعدين ومدافعين كويسين، بس ده محمود علاء مدافع كان اساسي منتخب مصر لغايه كام يوم، وكان هداف الدوري وهداف الزمالك وحاجه جامده جدا. فاحمد عبد القادر انا فهمت ليه مستواه كده، حاطط ودانه مع الجمهور عشان يحط لفظ زي ده في بوست. انت على فكره ما ترميش ودانك للجمهور، ركز فقط في الملعب. ودايما هقول حاجه لكل الناس، اوعى تفتكر ان المنفلت ظاهره زي الانفلات اللي بيطلع بالتصريحات اللي فيها تجاوز وشتايم، مش دي مش ظاهره، ده تصرف فردي، لان كل الناس رؤساء الانديه او مديرين الانديه او مسؤول الانديه او مسؤول الاتحادات او رؤساء الاتحادات او مدير الاتحادات او 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 في الوسط الرياضي كله محدش بيتجاوز. يبقى الظاهرة لما كله يتجاوز او العدد الاكتر، لكن ما واحد يتجاوز يبقاش ظاهرة، ده تصرف فردي، فاوعى تبني عليه. فعشان كده بقول لاحمد عبد القادر، واحد من الجمهور شتم او اتنين او خمسة او عشر او خمسين او مية او الف او الفين، ده جمهور الاهلي راجل 70 مليون ولا 60 مليون ولا 80 مليون ولا 200 مليون في العالم كله. فانت بتحط لفظ وتتأثر من خمسة ولا عشرة ولا مية شتموك، طب بقيه ال 80 مليون بيحبوك ومستنين منك كتير. فعشان كده احمد عبد القادر النهارده الاهلي بيفكر يعيره تاني، فلازم تقعد مع نفسك، طب ليه الاهلي بيفكر يعيره تاني؟ لانك ما قدمتش المردود، لان ودانك دايما بره بتطلعك بالتركيز. الاهلي بيفكر يعيره، عندك فيوتشر وعندك سيراميكا كيلوباترا، ولجنه التخطيط عايزه انه يعار سنه كمان ومش عاجبها اداء وفق التقييم الفني والارقام اللي هم حاطينها. الاهلي طلب من بيرسي تاو جاي له عقد اعاره سنه من نادي في فرنسا لو هافر الفرنسي 300 ألف دولار، الاهلي قال له كملهم 500 ألف وامشي السنه دي وربك يكرم بعد كده. عارفين ان هو جاي من برايتون الانجليزي 1,800,000 دولار او يورو، وهو بياخد 1,400,000 دولار في السنه، فالاهلي هيوفر 1,400,000 دولار بلس ان هو كمان هياخد 400,000 او 500,000 دولار، فقال له 300 قليل يعني خليها 500 واطلع، ويبقى العقد مكتوب فيه ايه؟ بنيه البيع ب 1,800,000 دولار، مفيش مشكله. الاهلي حددت لجنه التخطيط انه المصابين يرجعوا يوم 7 عشان خاطر يبداوا التدريبات للموسم الجديد والتاهيل بتاعهم، ويوم 12 يبدا بيت اللعيبه ترجع عشان خاطر يجهزوا لاحتمال يقابل المقاولين في كاس مصر، زي ما قال الحاج عامر حسين انه ممكن تتلعب الدور الثمانية او سيمي فاينال كاس مصر قبل الدوري المقبل.
صلاح محسن وحسام حسن من ضمن الصفقات التبادليه للاهلي، بيلعب بيهم كاوراق. فمع سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي عايز يدي، فاللعيبه مش راضيه. حسام حسن وصلاح محسن تحديدا رافضين فكره المبادله، بيقول لك احنا عندنا عروض نمشي تماما، فاحنا مش مفيش مبادله، احنا هنمشي. فالحقيقه في مشكله، وده حتى كابتن سعد عبد الحفيظ متضايق من القصه دي وطلب منهم ان انت تروح مبادله، وايه اللي يمنعك يعني، لدرجه انه بيفكر يبقى في قعده بينه وبين الكابتن خطيب، يعني ايه اللي يمنع انك تروح سيراميكا او انك تروح مثلا فيوتشر او انك تروح لنادي الاهلي يكون بيعمل معاه صفقه تبادليه؟ مفيش مشكله، عامه الاهلي كده كده مش هتكمل معاه في الموسم الجديد. الزمالك تلقى شيك رسمي من نادي فاركو ب 20 مليون جنيه خاص بانتقال محمد صبحي اللي راح اعاره سنه ب 5 مليون ولا 3 مليون بنيه البعت في 20 مليون، فاركو بعت الشيك خلاص لنادي الزمالك. الزمالك خد الشيك ده وخد المبلغ ده وراح يعرضه على نادي ام بي عشان ياخد بيه محمود جاد ب 20 مليون جنيه، دلوقتي بعد ما بسام اتقفلت محمود جاد 20 مليون، ام بي طبعا في 30 مليون، لكن الزمالك مش هيدفع اكتر من 20 مليون، وانا اعتقد ان المبلغ مناسب جدا على حارس مرمى لسه صاعد عنده 23 24 سنه، وفي نفس الوقت هيروح يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، يعني محمود جاد مع نادي الزمالك ممكن بعد 3 4 سنين يبقى حارس مرمى منتخب مصر. فيعني ده الحقيقه فرصه لمحمود جاد اعتقد انها لن تعوض. بيراميدز عرض على شادي حسين الانتقال ب 15 مليون جنيه سنويا كراتب مهاجم نادي سيراميكا اللي لسه لغايه دلوقتي الصفقه ما تمتش بسبب الصفقات التبادليه. شادي الحقيقه رفض، شادي حسين رفض وقال ان هو اي اغراء مالي غير مقبول بالنسبه له، هو عايز يلعب في النادي الاهلي. شادي حسين داخل في 30 سنه 29 وشويه، يعني هو عايز على الاقل سنتين ثلاثه جايين يلعب في النادي الاهلي. زي ما قلت لكم ان الزمالك حدد ثلاث اسماء لخط الدفاع بديل لمحمود علاء، اذا 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 نجح في انه يجيب حد منهم هيمشي محمود علاء. عندك محمود شبانه يرجع من اعاره، عندك احمد ياسين، وعندك مصطفى الزناري، ان ما كانش هيستمر محمود علاء مع نادي الزمالك. خليني بقى اطلع فاصل، عندنا تقرير عن محمد صلاح وصيامه عن التهديف، وبعدين نلتقي بالكابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي واحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك، والاثنين نجوم التحليل في بوكس تو بوكس مع اي تي سي. ايه ده؟ نرجعنا؟ فين اجواني؟ انا مش فاهم. فين تصريحاتي؟ يعني انت قول لهم اشمعنى اجوانك انت واجوان احمد عيد؟ يا برحب بنجوم بوكس تو بوكس كابتن سيد معوض. ربنا يخليك يا استاذ شبان. ثلاث سلامات مع بعض. يعني مبسوط ان انا معاك ومع عيد اكيد النهارده. طب انت فاهم ثلاث سلامات. كابتن فرحان فيك. كابتن احمد عيد سلام مربع. مساء الفل عليك يا حبيبي وعلى الكابتن سيد. وحشك. وحشني بقالي كتير ما اتجمعناش. يعني انت بتقول لك الاسبوع اللي فات كنا هو اشتكى لي رسمي بصفه ان انا راجل يعني بدير البرنامج. قال لي يعني انا ينفع طول الوقت وطول الفتره اللي فاتت دي بقول للسيد معوض على طول هارد لك، مفيش مره يقول لي مبروك؟ لا انا اقول لك على حاجه بجد بقى مش هزار، مبروك لنادي الزمالك. اي حد بيجتهد ويتكافئ فلازم تقول له مبروك طالما عمل حاجه كويسه. يعني المكافاه نتاج طبيعي للاجتهاد اللي حصل. طبيعي وحاجه طبيعيه في الرياضه، يعني ده الطبيعي ان الاهلي يكسب الزمالك يكسب، ما دي منافسه شريفه طالما فيها اجتهاد اكتر. طالما ما فيهاش غلط اهم اشتغل حاجه احسن، هي دي النقطه اللي بس اللي ايه اللي بتحطها بين قوسين دايما، يعني تقول لاحمد عيد مبروك، تقول لكل الزمالكاويه مبروك، بس بدون غلط مثلا في الجانب الاخر، يعني هي دي النقطه، يعني ده الاهم. ان عادي المعامله عاديه. يعني ما فيش حاجه طبيعي جدا. نادي الزمالك اكيد هيكسب بطولات، النادي الاهلي هيكسب بطولات، هي دي الكوره وده الطبيعي، يعني مش هتفضل نادي واحد اللي بيكسب البطولات طول العمر اكيد. قال لك مبروك مرضي يا عم؟ مرضي طبعا، وانا من هنا بقول له هارد لك. لا يعني لا لا ما هو 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 سيد طبعا من الناس اللي يعني من الناس اللي هي بيتكلم في كوره بس، يعني هو ما بيروحش لحته تاني غير الكوره.
هي دي حاجه عنده ممكن ما يتكلمش في قضايا حتى تانية. لو عايز تهرج شويه عايز تحذر عايز تقول افيه وارد بدون ما زعلك بدون ما زعلك ايوه من غير تجاوزات طبعا بس طبعًا. المساله دي بتبقى يعني ما احنا صح الشعب دمه خفيف يعني دايما يقول لك المصريين دمهم خفيف لو ما هزروش على حد يزرع نفسه طبعا يعني احنا حتى احنا قاعدين شله كده ولا حاجه تختار واحد احنا قبل ما ندخل ما احنا كنا بنهزر صح انت قاعدين ده طبيعي حتى احنا عاداتنا الخاصه تلاقي مثلا ايه واحد لابس ما نقعد طول قاعده تريقه عليه صح يعني اذا ما لناش حاجه حتى تضحكنا برضه تضحك على نفسنا انما لو حد غلط فيه بس التجاوز بقى هو اللي طبعا هو اللي بيخلي في مشكله فانا بتمنى انه تبقى الرساله لكل الناس وكل الجمهور ترفع وفي الاخر تعامل مع الرياضه انها مش خناقه ومش حرب وان اللي بيكسب فيها يعني معناه انه فتح عكه لا اللي بيكسب فيها اللي اجتهد واللي بيكسب فيها اللي عنده توفيق زياده شويه واللي اجتهد اكتر دي الرياضه في الاخر وكره قدم يعني ومع نجمين كبار ياما كسبوا ياما خسروا ياما اخذوا بطولات ياما خسروا بطولات وفي الاخر انت لو تشوفهم في الكواليس صداقه وضحك وتهريج ويعني يعني وده بشوف كل المجتمع الرياضي كده وكل لعيبه الكوره كده على فكره يعني. طيب كابتن سيد خلينا ابدا بيك النهارده الاهلي ختم ب 4-0 ماشي وخلاص يعني هو ختام لموسم سيء للنادي الاهلي والناس مش هتنخدع يعني بنتيجه الماتش الاخير انما كانت تصريحات صورج غريبه جدا بعد الماتش يعني انا مكمل اخر مباراه ليا في الموسم يعني هو زميل صحفي ساله سؤال ان انت اخر مباراه ليك بقى هتعمل ايه فرد قال له داخل مباراه ممكن في الموسم لكن انا مكمل وقال انا متفق مع كابتن خطيب على البلان بتاعت الموسم اللي جاي وانا فسرت ده بحاجتين انه ده اكيد ما دام قال كده على الهوا او في المؤتمر معناه ان حتى الان ما حدش قاعد معاه يعني رغم كل الكلام اللي بتقال الكام يوم اللي فاتوا بس هل ممكن يبقى حد قاعد معاه وابلغه ان هو خلاص يعني علاقته بالاهلي انتهت وهيطلع في المؤتمر الصحفي يقول للصحفيين كده يعني انا ارد عليك في الحاجه الاولى ان هو موسم كارثي للنادي الاهلي يعني هو موسم كارثي من بعد شهر 2 يعني انت خدت برونزيه العالم فكان موسم جيد جدا بالنسبه لك ان انت تاخد بطوله افريقيا وبعد كده هتلعب كاس العالم للانديه من اول اربعه من اول وصل فاينل في الاخر برضه خد بالك الاهلي خسران فاينل يعني مش يعني حتى بطوله الكاس انت لعب فاينل بس في الاول برضو بس في الاول والاخر برضو انت ضاع منك بطولتين ثلاثه في وقت قصير فده اللي باين ان انت في مشكله كبيره وحط عليها اداء بعض اللعيبه او معظم اللعيبه اللي جوه النادي الاهلي حتى اللعيبه قبل ما تريح كان في اداء ما كانش عاجب الجمهور فده اللي بين الشكل ده انما بص اهلي وزمالك اول يا بقى ما فيش يعني الجمهور يظل يظل طبيعي يعني ما هي انديه البطولات كده انديه البطولات كده وخصوصا النادي الاهلي بقى له فتره بيكسب بطولات كتير فانت بقى غير الطبيعي بالنسبه لك ان انت تخسر بقى ده هو الحدث اللي موجود عندك انما انت بتتكلم على سواريز دلوقتي لا انا وجهه نظري بقى من ناحيه تانية بقى خالص يعني انا شايف ان هو بيحاول يعني يبين واكيد حد ناقل له كل اللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت والتصريحات وكل الاحداث الجاريه وكل التوقعات اللي الناس عماله تقولها فانا وجهه نظري ان هو بيحاول يحرج الاداره شويه يعني بتصريحه النهارده يحرج يعني هل معقول الاداره تبقى بلغته اصل ما تقوليش ان كل الاخبار او كل بس وكيلو اتكلم قال اللي هو مش كلمنا قال اصل كل المصادر خد بالك وكيلو قال معلومتين في غايه الخطوره قال ما حد هو كوكيل برضه لما بتيجي تتكلم انت بتبلغه وتبلغ وكيله وكيله قال ما حدش بلغنا دي اول معلومه تاني معلومه برضه قال لما تسال على الشرط الجزائي تعرف اتقال برضه انه ما فيش شرط جزائي شرط جزائي يبدا من لا كان بيتقال انه شرط جزائي يبدا مع بدايه الموسم اللي جاي لا موجود الوكيل شرط بتاعه طلع قال لا انا بقول لك احنا اللي تصدر لينا ان ما فيش شرط جزائي لو مشي وكيله قال لا ده شرط جزائي في العقد من اول ما تولى المسؤوليه موجود وانا على فكره مش يعني شرط جزائي او ما فيش شرط جزائي ما هو مش هي دي النقطه يعني. مش دي النقطه يعني لو دفع شرط جزائي برضه عادي ما هو في الاخر كل انديه العالم ممكن مدرب لا يوافق ويمشي ويدفع شرط جزائي تمام. افضل من انك تخليه يكمل وتعاند عشان خاطر شهرين او ثلاثه وراتب يعني لكن بيحرج اداره الاهلي ولا اداره الاهلي لغايه دلوقتي ما عادتش معاه؟ لا اظن ان لازم اكيد هيكون يتبلغ لازم اكيد هيبقى حد يتكلم معاه لان بص اول ما بيخرج مثلا كميه المصادر اللي خرجت خلال اربع خمس ايام اللي فاتوا دول لا يمكن هيبقوا غلط يعني لا يمكن قصدك ايه اللي كان حد نافى في الاهلي كان طلع بيان رسمي من النادي الاهلي او على موقع النادي ان الراجل مكمل انما كل الكلام ده ما حصلش فانا اظن لا يعني هو صعب يكمل
بكل حال من الاحوال مش صعب مستحيل يكمل يعني بكل حال من الاحوال اللي هو مش هيكمل. لا يعني اداره الاهلي ليس وراها ليل ونهار الا المدرب الجديد ومذاكره السيتي. فانا اظن ان هي ممكن خلال اليومين الجايين دول، يعني انت ممكن في اي وقت خلال اليومين الجايين دول يبقى في مدير فني موجود اخر غير سواريز. هو التصريح كان مدهش الحقيقه. انت يعني موافق كابتن سيد ان هو بيحرج الاداره ولا ما تبلغش لغايه دلوقتي؟ هو انا يعني انا وجهه نظر هو لو اتبلغ او حد قاعد معاه من الاداره يمكن يقول. لا يمكن يقول كده يعني. لا يمكن يقول كده. ما هو ده الطبيعي يعني. هو لكن اكيد مليون في الميه ما تبلغش، والراجل وكيله لو اتبلغ هيبقى بيحاول يحل الموضوع ودي على الاقل ياخد شرط الجزائي او هيقول لك انا هاخد الشرط الجزائي وامشي والكلام ده. فالموضوع بالنسبه له هو الراجل يعني بيقول. انت شايف ان موضوع الشرط الجزائي ده ممكن يبقى له عائق دلوقتي؟ ده انا شايف ده اكيد، ده هو اكيد ان الاهلي ما بلغوش وما اتكلمش معاه في كده عشان خاطر موضوع الشرط الجزائي. ممكن يبقى فيه بقى قاعده معاه بعد كده اللي هم يحلوا موضوع الشرط الجزائي دوت، يبقى بالتراضي ياخد مبلغ ويتنازل عن مبلغ. الكلام ده كله وارد. هي الاداره ممكن تحاول ان هي تتفاوض، وما يقدرش يقول انا مشيته من النهارده، او يطلع يقول انا مشيته والدوري شغال، او يقعد معاه والدوري شغال لسه وهو الراجل لسه جايبه بقاله شهرين، فما يقدرش يقول له الكلام دوت. وجهه نظر اللي هم لسه هيقعدوا معاه ويتكلموا معاه في النقطه ديت. وهو وارد اللي هو مدرب يجي ويخسر ويمشي ويدفع شرط جزائي، الاهلي يدفع شرط جزائي وبتاع والكلام دوت وارد جدا في الكوره. ومن اول يوم انا اتكلمت قلت هو لو خسر هيمشي، لو خسر البطولات هيمشي. وكنت انا بتكلم انا وسيد فيها قلنا لو خسر، قلت له لو خسر البطولات كلها والحمد لله خسر البطولات كلها، فقلت له هيمشي. طب كابتن سيد هل ليه ايجابيات سواريز؟ يعني شايف له اي ايجابيه؟ بامانه يعني هي النقطه هو اتظلم عشان ما يبقى شهاده حق يعني، لان هو جه في توقيت صعب جدا، جه في بعد نهائي افريقيا، عندك بطوله كاس وعندك ماتشات مهمه في الدوري والفرقه مش في حالتها، وبعد كده حط على النقطه دي ان انت ريحت عدد كبير من اللعيبه اللي هم كانوا مجاهدين ولعب بناشئين، فالناس بدات تقيمه على اساس يعني الناس ملهاش علاقه مين اللي بيلعب. موسيماني جاي برضو كان في ظروف صعبه وكان عنده سيمي فاينال افريقيا. موسيماني كان عنده توفيق في نقط مهمه على فكرة في المدرب. في الزمالك جه برضو في نفس التوقيت مع صح. بعد كارتيرون وقدر يوصل فاينال افريقيا. يعني برضو في مدربين بيبقى معاهم توفيق. يعني موسيماني من الحاجات ولا خبره يا كابتن سيد؟ لا التوفيق، انك تتحمل الضغط التوفيق مهم. طبعا فيريرا برضو جاي في وقت صعب. لا بس خد وقت برضه، يعني خد وقت اطول من سواريز. يعني مستر فيريرا كمل على بطوله افريقيا وخرج منها يعني. لا كان جاي كده كده خلصان كده كده. ما انا قصدي الثلاث اربع ماتشات دول فرقوا معاه يعني، الناس ما كانتش بتحاسبه على بطوله افريقيا بمعنى اصح. سواريز معاه ثلاث اربع ماتشات، سواريز لغايه ما ختم الدوري الاداء وحش جدا. ما هو هي النقطه ظروف ما ساعدتوش، وانت ما تقدرش تقول هو كويس ولا وحش. يعني اي حد يجي يقول لك ده مدرب كويس مش عارف مش عارف تبني راي يعني. مش عارف تبني راي. لا لا لا, لا مجموعه اللعيبه في حالتها، لا اللعيبه كامله، لا وهو برضو ما قدم لناش حاجه. يعني عنده اصرار برضو على بعض الحاجات البسيطه جدا، لعيبه معينه لازم تلعب كل مباراه وهي مش موجوده في النادي خلال السنه الجايه، فانت برضو بتلعبها ليه؟ النقطه الثالثه والاهم، اي مدير فني حتى لو عنده وقت قليل بيبقى عنده حاجه مثلا زي الكرات الثابته تشوفها منه. انت على مدار الماتشات كلها مفيش اي حاجه، ما شفتش منه اي حاجه مختلفه عن قبل كده. بس يعني النهارده كان بيتعمل الطبيعي. خد كلام فؤاد من اليمين حطه سيرد باك، وجاب عبد النبي حطه باك رايت مش كده زي نيمار صح؟ قلد البروف. بس هو لعب ثلاثة يعني من ساعة ماتش الزمالك اللي هو بس فكرة كريم هو بيلعب ثلاثة بس انه يجيب كريم زي المسلوسي كده من اليمين. هو بيعالج ان هو ما عندوش سيرد باك، ما عندوش حد يعني، ما عندوش حد شرقية. ايوه بس يعني مش اولويه بالنسبه له يعني، لاعب كريم ولا لاعب شرقيه. هي لاعب كريم هو في تغيير برضه عملها في ماتش كان الاهلي اتعادل فيه تقريبا ايسترن، ماتش جاب كريم حطه ديفندر. دي كانت الغريبه بالنسبه لي، هدخله جوه الملعب وهو كريم اصلا انت كده بتستفاد منه اللي هو بيروح على الخط ويرجع. دي اللي كانت غريبه بالنسبه لي، لان هو حط كريم من تحت عشان يعرف يبدا بالكوره بشكل كويس. والنهارده كمان حتى كريم في الماتش يعني الكره بتطلع من رجله سليمه، واما لعب في المكان دوت الماتش اللي فات برضه عادي الامور. طب هو دايما يتباهى بانه قدر يقفل دفاع الاهلي وان عدد الاهداف بقى اقل كتير جدا والكلام ده، انت شايف دي ميزه يعني؟ انا شايف ان هو الاهلي برضه دفاعه كان كويس، كان يعتبر من اقوى الدفاعات في الدوري من قبل ما يجي. على فكره في حاجه غريبه جدا، ده الاهلي مش من اقوى الدفاعات، ده الاهلي اقوى هجوم مع الزمالك واقوى دفاع. الاهلي اقوى دفاع واقوى هجوم مع الزمالك. خد بالك حاجه غريبه جدا، بص الاهلي اقوى دفاع مش كده؟
يعني الاهلي جه فيه 21 جول واقوى هجوم جايب 62 جول مع الزمالك 62 صح كده؟ ورغم كده التالت والاهلي اقل فرقه خسرت واكتر فرقه كسبانه كمان لا 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 مش اكتر فرقه كسبانه لا الزمالك اكتر فرقه كسبانه واقل فريق خسر ما انا بقول لك اقل فرقه خسرت يعني اقل فرقه خسرت واكتر فريق جاب جوال واقل فريق دخل فيه جوال بس هو تعادل كتير بس في الاربعه اللي فوق هو اكتر فريق متعادل التعادل كتير يعني التعادل ده تعادل 10 مرات وتعادل شبه الهزيمه يعني يعني بتخسر نقطتين في كل ماتش في 20 نقطه 10 ال 10 ماتشات دول 20 نقطه 20 نقطه يعني ماشي هنروح بقى للزمالك النهارده خسر الزمالك من إيستن كامباني وانا شايف نتيجه منطقيه يعني منطقيه جدا كمان ده الصف الثالث كمان واللعيبه في بعض اللعيبه عملت ماتش كويس كمان يعني بعض اللعيبه انا كنت اتكلمت عليهم قبل كده انهم محمد طارق من الماتش اللي فات كان عمل ماتش كويس جدا من اللعيبه اللي الراجل اعتمد عليها والنهارده عمل ماتش كبير وماجد هاني رغم لعيب منتخب مصر رغم اللي هو لعب النهارده بس بحوالي نص ساعه من احسن اللعيبه اللي موجوده اصلا في الفرقه ومن احسن اللعيبه اللي ادت في الماتش اما نزل ماجد هاني طبعا بالاضافه للناس اللي موجوده اللي هو سيف جعفر ويوسف اسامه ومحمد طارق مثلا ما هو محمد طارق انا بقول اللي هو من اهم مكاسب الماتشين هو لعب قبل كده بس النهارده مستواه النهارده والماتش اللي فات واخد مان اوف ذا ماتش عارف ليه؟ لانه بيتمرن مع الفريق الاول زي ما انت كنت بتقول بقاله فترة لو زياد طارق كان بيتمرن مثلا بيفرق بيخليك واحد من انت عارف محمد طارق بيتمرن مع الفرقه من امتى؟ من ايام من 2019 من ايام اسمه ميتشو من 2019 يعني بينزل ويطلع يعني بينزل ويطلع وبيلعب معاهم ماتشات وديه الفترة ديت انا كنت ماسك جولدي مدير فني ورحت لعبت الزمالك ماتش ودي وكان بيلعب لعب محمد طارق كان موجود فهو برضو عنده حتة اللي هو التقل ديت بتبقى باينة وموجودة فارق معاه فارق طبعا فارق وبقاله فترة كبيرة مع الدرجة الأولى بيتعود على الفرق بيتعود على الجو نفسه ما بيتفاجئش والمسؤولية يعني والضغط وماجد برضو وماجد من اللعيبه كويسه كويس وحتى جد. في المنتخب البطوله اللي فاتت هو من افضل اللعيبه مع رأفت خليل فاجئنا رأفت خليل النهارده هو خلي بالك هو لعب تلت ساعه يعني ولو خد وقت يعني اتفرج عليه مثلا خليه يتمرن مع الفرقه هو ده بقى دليل على انه اللعيب بيظهر من لمسه طبعا اتمرن مع الفرقه مثلا لحد يناير واتفرج عليه بعد يناير لما ياخد نص ساعه ياخد شوط هتلاقيه مميز جدا فده يعني الطبيعي يعني هو مع محمد اشرف في ناحيه الشمال يبقى لهم هيفرقوا معاك بشكل وهو عنده ميزه كمان ان هو بيلعب في كذا حته يعني هو ممكن يلعب وينج ممكن بينج. يلعب وينج وينج رايت وينج ليفت يعني عنده الامكانيه دي فدي حاجه مميزه فدي اللي انا بقول لك عليه اللي هو ايه اللعيب الصغير خليه يتمرن مع الفرقه لمده سنه هتكسبه تديله. خلاص هتديله بعد كده هياخد هيحس ان الفرقه بتاعته بمعنى ايه متعود عليها ما يجيش يتفاجئ يعني في بعض اللعيبه من النادي الاهلي انا يعني بصراحه اتظلموا ليه هو لعيب جاي بيعمل فتره اعداد مع فرقته او لسه الدوري خلصان مع فرقته في الناشئين وجا طلع على الفريق الاول هو متفاجئ صح انت فاهم يعني بمعنى اصح هو جاله اجواء مختلفه وكمان بيتقيم عليها مع فرقه كمان مش في حالتها فهو بيتقيم على الاداء ده فدي صعبه جدا فانا يعني اتمنى يكون النادي الاهلي استفاد من الفتره اللي فاتت في ان هو ثلاث اربع ناشئين يكونوا مكملين معاه السنه الجايه يكونوا مكملين حتى في التمرين مش لازم يبداوا مش لازم يلعبوا بس لازم يعيشوا جو الفريق الاول والمعسكرات والتدريبات والقعده حتى مع اللعيبه الكبار كل ده بيفرق شخصيته حتى في الملعب طبعا كابتن احمد عيد يعني حسام اشرف رايك في ايه النهارده هو حسام لعيب كبير بالنسبه لي هو لعيب كويس مش لعيب كبير بقى عشان بس ايه الناس ما تقولش هو لعيب كويس بس كويس هو اتظلم لان هو من بدري باين ما خدش بقى ماتشات وكمان الفتره اللي هو مع اسامه فيصل مع المجموعه دي متهيألي مش كده ما لعبش ماتشات دي حقيقه انا كان وجهه نظري هو كان يطلع اعاره سنه هو الجيل اللي بعد مصطفى محمد على طول بعد مصطفى لا هو كان موجود في الفتره ديت يعني 2019 هو 2019 لعب الدوري مع الزمالك واحرز اهداف يعني هو اصغر من مصطفى بسنه متهيألي 23 سنه اعتقد لا اصغر من مصطفى سنة. هو اصغر من مصطفى ما اصغر منه يمكن بسنه او سنتين هو تقريبا 99 مواليد 99 يعني 23 سنه 23 سنه صغير يعني 23 ما هو بقول لك من 2019 دخل 25 لسه يعني هو كمان موضوع وقف القده اللي هو بسببه شايله حاجه كده اندبان وضغط من الجمهور وهو توقف شويه وكان هيطلع اعاره وتوقف بس هو لعيب عنده امكانيات كويسه هو لعيب كمان كراس حربه
عارف ستايل اللي هو اللي 20 سنه مواليد 2002 يعني معقول؟ لا لا مش 20 سنه لا. ده هو 99 حسام 99 تقريبا. حسام عنده كمان ميزه اللي هو من الفراوده اللي بيستلم بظهرهم كويس قوي. مواليد يناير 2002. 2002؟ اه ده غريبه ديت. 20 20 ونص دلوقتي. كان ظاهر بدري يمكن في سن ده، كان ظاهر 17 سنه لو 2019 بيتهيألي. لا اكيد اكبر لان هو بقاله فتره من 2019 موجود اصلا. انت متوقع ان هو يكمل السنه الجايه مع الزمالك ولا هيعار مثلا ولا متوقع ان هو يكمل عشان الزمالك عنده برضه نقص في الحته ديت، انت برضه هتبقى موجود عندك انت راجع لك اسامه فيصل، مش عارف هو هيبقى موجود معاك ولا مش موجود، ممكن تطلعه اعاره تاني. مروان هيرجع ولا مش هيرجع؟ بس هيمدوا الاعاره بتاعته ما انا بقول لك مروان مش عارف هيرجع ولا مش هيرجع. مروان اتقال انه راجع. لو مروان موجود انت برضه هتبقى محتاج فيرو التالت برضه مع المجموعه اللي موجوده. هو الزمالك كده كده بيدور على، يعني هو حاطط عينيه على ايبوكا، حاطط عينيه على عايز راس حربه محترف. عايز راس حربه افريقي. حسام انا وجهه نظري لو الزمالك جاب راس حربه تاني افريقي مع مروان وسيف، لا يطلع يطلع يبقى يطلع اعاره بس اربعه مش كتير برضه. ما اربعه مش كتير بس يعني لو عندك مروان وسيف مع الافريقي برضه انت محتاج رابع. خلي بالك ابراهيم عنضاي بيلعب دي بيلعبها يعني بيلعبها بيلعب بس هتسيبه مع ايوه معاك وينج ما هو يعني انا قصدي اللي هو يبقى حل حل يبقى مثلا في الترتيب ممكن تحط راس حربه رابع ولا حاجه لو انت محتاج حد معاك تغييره. بس انت شايف الافضل ليه لو جه واحد افريقي مع سيف ومروان يعار احسن يطلع يلعب عشان يلعب يلعب وهيفيد نادي الزمالك بعد كده لعيب من اللعبه كويسه جدا. ايه بقى ابرز حاجه فيه يعني هو ميزته اللي هو من الفراوده اللي هو بيلعب على الجون كويس خلاص قدام الجون جدا النهارده على طول. خلي بالك هو هداف الناشئين اصلا في الفتره اللي هو لعب فيها دي اكتر من اسامه فيصل بكتير جدا. اللعيبه بقى اللي بيستلم بظهره كويس جدا، عارف اللي هو ستايل جمال حمزه بس جمال على احرف شويه والكره جاي في الكره جايه له بيعرف يلف ويستلم ويلعب الناس من تحته. هو برده مش جاهز بقى له فتره كبيره ما خدش ماتشات ما بيلعبش ماتشات فمش جاهز فما نحكمش عليه برده قوي دلوقتي لما يبقى فورمه وفت هيفيد نادي الزمالك جدا يعني. طب انا يعني هنبص على تشكيل الفرقتين والكابتن سيد يقول لي والكابتن احمد عيد مين متوقع يكمل مع الاهلي السنه دي من المجموعه دي. بس هطلع فاصل اقول دقيقه كده فاصل سريع دقيقه بالظبط ونرجع تاني. طب اهلا بكم من جديد كابتن سيد. قبل ما نتكلم عن مين اللي ممكن يكمل مع الاهلي من المجموعه دي او يمشي، انت رايك ايه في البوست بتاع احمد عبد القادر؟ يعني حاجه غريبه جدا. لعيب حط فيه لفظ صعب يعني. لعيب يعني المفترض ان النادي كان متوسم فيه حاجه كبيره جدا بعد ما عودته من سموحه. هو قدم موسم قوي جدا مع احمد سامي في سموحه وكان من اهم اللعيبه، كان هو ومصطفى فتحي في السنه دي من افضل اللعيبه في الدوري. لما رجع النادي الاهلي المردود بتاعه مع موسيماني مثلا هو كان بيشارك على فترات. انا كنت بحلل كاس العالم للانديه فكنت بقول ان هو ما ينفعش احمد عبد القادر يقعد احتياطي بعد كده بعد الماتشات اللي قدمها في كاس العالم للانديه. من بعد كاس العالم للانديه أسوأ مستوى لاحمد عبد القادر، اداء جوه الملعب لغايه النهارده غيابات كتيره جدا. وبعد كده انت زودتها النهارده ان انت كمان يعني طبيعي جدا ان انت تقبل او تقبل نقد من الجمهور عادي لان انت مش في حالتك، انت ما بتبقى في حالتك الناس بتعليك. هو بيعتبر ده مش نقد ان هو شتايم، هتشتم الاب والام. فعايز اقول له ان ده بقى الواقع بتاع السوشيال ميديا دلوقتي. انت لو دخلت الحته دي فانت تقبلها بحلوها بمرها، ده الواقع الطبيعي كله. ما ترميش ودانك يعني. ما تركزش معاه. ركز في على فكره الموضوع بالنسبه للسوشيال ميديا عامه اصلا ان انت ده ما تاخدش منه حب وكره، يعني ما يبقاش مقياس بالنسبه لك. الناس بتحب شبانه او بتكره شبانه، لا عادي شبانه ممكن يظبط اي بوست يبان قدام الناس ان هو محبوب جدا. مزبوط. وممكن حد يظبط له اي بوست يبين ان هو مكروه وحاجات فيك جدا. يعني انت فاهم، فده مش هو المقياس، انما انت ادائك جوه الملعب هو اللي باين قدام الناس. الجمهور في الملعب، الناس اللي بتقابلك في الشارع، هي ده جمهورك الحقيقي. جمهورك الحقيقي ده لو مش راضي عنك فانت عارف ان مستواك مش في افضل حالاتك وانت فعلا مش في افضل حالاتك. فانت ما تجيش النهارده انت يعني بتلوم على الناس حتى لو حصل في انت بتعتب عليه في البوست ده طبعا. وانت عارف ان في لجنه التخطيط اللي هم يعيروه السنه دي بامانه موسم
سيء بالنسبه لاحمد عبد الله، خصوصا كمان ان هو ايه اول موسم ليه بعد العوده بالاعاره. يعني كنا متوقعين ان هو بعد بسموحه والتالق ده يجي يكسر الدنيا. والطبيعي ان انت جاي على فكره اللعب في الاهلي اسهل من اللعب في سموحه. يعني تتالق في الاهلي اسهل ما تتالق في سموحه. الامور سهله بالنسبه لك، بس هو اللي كان مصعبها، هو اللي بيصعبها طول الماتشات. بيمسك كره زياده جدا، بيرقص في التوقيت اللي المفروض يعمل باص فيه، بيعمل باص في التوقيت اللي هو المفروض يروح واحد ضد واحد بامكانياته. فانت جوه الملعب لا، فتره كبيره جدا اداء سيء، اداء غير جيد بالمره. وبعد كده تيجي تعمل النهارده او تنزل بص زي ده، انا اتمنى ان هو يلحق نفسه بمعنى صح، لازم يعمل اعتذار، لازم يعمل اعتذار ويقفل على نفسه بحيث ان هو يبدا. نصيحه بيقول لك كابتن احمد، الكابتن سيد معوض دلوقتي لاحمد عبد القادر كابتنه، يعني اتفضل يا كابتن. ان هو لازم يعتذر، يعني لازم اول حاجه يعتذر، وبعد كده يركز في الموسم الجاي في فترة إعداده وفي بداية الموسم عشان يظهر بالشكل اللي الناس متوسمة فيه خير. إنما قبل أي حاجة وما ينفعش يكمل لحد بكرة من غير اعتذار، لازم يعتذر وبصيغة رسمية يعتذر لكل الناس. هو نزل بوست تاني بيؤكد فيه كلامه. لا هو لازم الناس دي تستاهل، وإن هو لازم 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 يعتذر. اوعى تتعامل مع الجمهور إن أنت ند بند. زي ما الناس بتحييك لما بتكسب وبتحطك في مكانه كبيره يعني جدا، اذا 50 واحد شتموك ولا 100 ولا 200 ده في ملايين بتحبك. بس يعني ده جماهير الاهلي والزمالك، وحتى لو ملايين شتموك ما انت برضه مش هترد. يعني هو انت راجل موجود في الملعب، ردك يكون من خلال الملعب، من خلال ادائك. بعد ما تعمل اداء 10 12 مباراه باداء قوي جدا، تيجي تقول والله انا الحمد لله انا برد على الناس اللي كانت بتنتقدني او بتغلط فيا، بس خلاص خلص الموضوع. انما مش لازم على فكره يا ردود، مش لازم بوست او فيديو تعمله يبقى انت خلاص الموضوع انتهى، هيشيلك على دماغك. مظبوط. كابتن احمد عيد النهارده احمد سيد زيزو كرم كهداف للدوري المصري، انت تقول له ايه في ختام موسم اعتقد الانجح في تاريخ احمد سيد زيزو الموسم ده؟ طبعا زيزو عامل موسم كبير، زيزو يستحق كمان، يستحق التكريم دوت واكتر. بيتهيألي هو من ساعة ما جه الزمالك كل موسم بيفرق عن اللي قبله، هو بقاله داخل في 4 سنين، هو جاي 2018 كل موسم بيلعبه بيفرق عن اللي قبله. يعني السنة اللي فاتت أهدافه زادت عن السنة اللي قبليها، وموضوع الأسيست وموضوع التطوير وموضوع لعبه على الجول. زيزو من أول ما جه نادي الزمالك كان لعبه بعيد عن الجول، يعني احنا حتى كنا بنتكلم أول السنة ديت إن زيزو من اللعيبة اللي هما بيحب ياخد الخط ويعدي. دلوقتي زيزو بتلاقيه بيخش جوه الملعب ويلعب. دي محمد عبد الواحد. ما بقول كابتن محمد عبد الواحد كان في ليرس، كان زيزو بيلعب في ليرس البلجيكي، وقال ان كان بيعمل كل حاجه غير الا انه يجيب الاجوان. دي حقيقه. فقال مستواه اختلف تماما، بس هو في ليرس كان بيعمل كل حاجه، برضه السرعه والترقيص والمهاره كل حاجه. ايوه. فهو زيزو هو بقى دي اتطورت عن زيزو، بقى لعبه من جوه الملعب فاكتمل. لعب اللي هو الوينجات اللي بتلعبه الوينجات الكبار اللي في العالم. كل الناس هتلاقيهم هم الهدافين، يعني الفراوده ما بيبقوش هدافين زي الونجات دلوقتي. انت بتشوف مثلا امبابي ولا نيمار ولا ميسي ولا هم في الاساس، ولا صلاح، مش هم في الاساس مش فراوده، فهو وينج، فبيلعب كل لعبه من جوه الملعب، بيعرف يتحرك ازاي. فزيزو يستحق التكريم طبعا بالنسبه له. وطبعا وفي كلام ان هو زيزو عقده هيزيد مع الزمالك، انه راح اوروبا النهارده بيقولوا في عقد. والده قال انه في تصريحات ليه انه جاي له عقد من نانتي كمان الفرنسي، عايزينه باي شكل. مش عارف، بس نانت بيتهيألي هيقفلوا كمان كده بقى يوم يعني. ايوه، ما هو فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه له. هو كمان يستحق ان الزمالك يعدل عقده. ده حقيقه، وهو الكلام ده اللي النادي ماشي فيه دلوقتي، ماشيين في تجديد عقده. يعني النهارده بسمع بيرسي تاو بيقول لك بياخد 1,400,000 دولار في السنه. يعني داخل في 30 مليون جنيه، فلعب بحجم زيزو، ولا مثلا كان بن شرقي، وكان الزمالك كان موافق يجدد له 1,800,000 دولار مثلا. يعني فزيزو يستحق طبعا. انك بس هي في نقطه من زمان، يعني مش من دلوقتي، المحترف بيبقى مختلف شويه. يعني المحترفين بيبقوا مختلفين، يعني الاجانب بالذات. لا بس مش بالجاب ده، يعني انت لو ما تعملش الجاب ده، يعني بتقربوا منهم. إيه؟ استثمر فيه. يعني هنفترض ان انت اديته راتب عالي، وبعدين بعد سنه بيعه، يعني ما تروح يروح اوروبا، يعني مش كده ولا لا؟ وغير كده ممكن تبص لها من حته تانية، انت لو بعته هتجيب لعيب مكانه، هتقعد تجرب في 2-3 لعيبه، ممكن تدفع نفس الفلوس واكتر وما ينجحوش. صح. كمان. صح. انما انت عندك واحد مضمون. صح. وغير ان انت بتكسب بيه بطولات، وتقدر تكسب بيه افريقيا وتجيب فلوس برضه بالبطولات والكلام ده.
ده حقيقة. ده الستوري تاني او البوست اللي ده انا ما علقتش على الحته ديت، بس انا يعني انا احمد عبد القادر، انا عايز اقول لاحمد عبد القادر احنا كنا بنتكلم عليه، انا كنت بقول هو اللاعب الوحيد اللي عنده حلول في النادي الاهلي في الجزء الهجومي، او اللاعب الوينج الوحيد اللي في النادي الاهلي في الحته الهجوميه يقدر يعدي ويروح واحد على واحد، انا كنت بتكلم في ديت. بس احمد عبد القادر من ساعه ما رجع الاهلي هتلاقي ماتشاته هتلاقيها معدوده على صوابع الايد مع النادي الاهلي الفترات اللي فاتت، او في الفتره اللي فاتت كلها كمان، الفتره الاخيره هو مش موجود مع النادي الاهلي، مش موجود كلاعب المفروض اللي هو يصنع الفرق. ده مش موجود. وهو برده ما ينساش ان النادي جمهور النادي الاهلي شايل له حته هروبه قبل كده، هو دي مش اول مشكله، هو مشي وسافر وراح وما رضيش يجدد عقده وراح بره وبعدين رجع تاني للاهلي وعمل عقد عشان كان رافض موضوع الفلوس اللي فدي برضو نقطه الجمهور يعتبر بالبلدي كده بلعها له يعني عشان بلاقوا اللي هو ممكن يبقى لعيب كويس وبتاع وكلام، فبرضو الجمهور ده يتنسي لو ترد في الملعب. ما هو عمل بوست تاني هقراه برضو، طلعه لنا كده يا جماعه البوست ده. الناس اللي بتتكلم، بص بقى يا كابتن سيد رد بقى عشان ياكد كلامه، الناس اللي بتتكلم على اني مش عاجبني الانتقاد، انا مش عاجبني الانتقاد ازاي؟ ده انا اكتر واحد بياخد الحاجة السلبية بإيجابية، ماشي، وبلاش واحد يعمل لي بيفهم ويقول هو اللي ينتقدك تشتمه، أنا أصلا ما شتمتش، أنا بقول ناس كذا، طبعا برضو قال اللفظ تاني أصر عليه تاني علشان أنا مش واحد ما عندوش كرامة وبعتبر إن هو ده كرامة لازم يرد، وإن أهله يتشتمه وأقول له شكرا مثلا، انتقد للصبح باحترامه وبأدب واعمل اللي أنت عاوزه بعيدا عن التجاوز في حق عيلتي وشكرا. عايز اقول لاحمد عبد القادر الجمله لا لا ايوه قول خد مثال وقدوه رئيس النادي الاهلي. ايوه خطيب. ايوه كنت لسه اقول كده، يعني الكابتن خطيب يعني عدم رده هو اللي مخلي كل الناس متعاطفه معاه، يعني ادب الكابتن خطيب في التجاوزات اللي في حقه، مش بقى جمهوره كمان، في التجاوزات اللي في حقه اكتر حاجه مخليه الناس كلها مسنده سكوته. وما حد يشتمك اوعى تفكر سكوتك ده بيبقى عيب فيك انت، ده بيبقى عيب في التاني طبعا ان هو وصل للمرحله دي. يعني انا بتصور انه يعني احمد عبد القادر لازم يتراجع ويسمع كلام الكابتن سيد، لانه الكابتن سيد لما يتكلم او الكابتن احمد عيد بيتكلموا بخبرات، مش بس باراء محللين لكن بيتكلموا كخبرات كلاعبين كبار جدا في الكره المصريه او في تاريخ الكره المصريه. انا هروح تاني للموضوع بتاعنا، بس وكيل سوارش عمل تصريحات لطيفه هقولها لكم بسرعه. قال بقى ايه اسمه ريبيرو، فخور باللي قاله ريكاردو في المؤتمر الصحفي، انا مش مندهش، مدرب صاحب عقليه فوز لا يستسلم، شخص ناقي يتحدث بكل صراحه، حلم سوارش كان هو الوصول لاعلى مستوى تدريبي ممكن ويريد الاستمرار في هذا المستوى، عمل بجد، يعني هو بيعتبر برضه ان تدريبه للاهلي ده اعلى مستوى تدريبي، عمل بجد للوصول الى هذه المكانه، من 7 سنين اخبرني هكون مع فريق في الدوري البرتغالي وده حصل، وكمان بيقول في السنه اللي فاتت قال انه هيروح لفريق كبير بره البرتغال وكان كلامه صح، راح الاهلي يعني. الان اخبرني انه عايز يكسب دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، لذلك اثق بكلامه واؤمن بيه اكتر من الجميع لانه عارف وعايز ايه بالظبط. وعن التقارير اللي بتقول عن امكانيه عرض النادي الاهلي عليه منصب اداره قطاع الناشئين، جديده دي جديده دي بصراحه، صح؟ سمعناها قبل كده دي؟ سمعناهاش قبل كده. اللي بتقول انه ممكن يمسك قطاع الناشئين في الاهلي من اجل الموافقه على مغادره الفريق الاول، قال طموحات سوارش كبيره، اشك في قبول هذه المهمه، لقد حقق كل ما وصل اليه في 6 أو 7 سنوات فقط، وصعد بنادي جيل فيسنتي للمشاركه الاوروبيه، اعتقد ان سوارش هو المدرب المثالي للنادي الاهلي في الوقت الحالي، يتمتع باحترافيه، هيكون احد المدربين الابطال لهذا النادي، لن يستطيع اي مدرب اخر في هذا الموقف ان يحقق نتائج افضل من سوارش مع هؤلاء اللاعبين الصغار. كل التصريحات بتقول ان الناس دي ما عندهاش فكره انه مش يعني لا بس ده بياكد ان هو حصل كلام معاه، يعني اللي قاله ده، لان احنا كلنا ما شفناش التقارير بتاع قطاع الناشئين دي خالص، يعني ما حدش سمع المعلومه دي تماما، فده بياكد ان حصل حوار معاه. يعني حصل معاه واطرح كذا حاجه فواضح هو مش عايز يقولها صريحه، فهي هتبان خلال اليومين الجايين دول كل حاجه هتظهر. لا هي واضحه، هي دفاع نقاش. لا انا بتكلم الحاجه الوحيده اللي سوارش ممكن يقعد فيها ان دعوه الكابتن احمد عيد تستجاب.
لا انت بتدعي انه يكمل اكيد الراجل يعني الحاجه الوحيده اللي الراجل بيكسب بالناشئين اهو ماشي زي الفل كسبان فرقه سيراميكا بخبراتها ديت 4-0 وبالناشئين وكلين شيت في 11 ولا 12 ماتش دخل فيه جول واحد. طب تبدل؟ هبدل فين؟ تجيب البروفي اللي هبدل ليه وانا راكب عجله؟ ما اقول لي انت هو ما بيعجبوش حاجه خلي بالك اه انت فكرتني بس قال لك اما بتكلم على سيراميكا برضه عايزين نقول بس اولا شخصيا عايز اقول حاجه انا مستغرب لنتائج الدوري اخر 3 اسابيع بامانه يعني في فرق بتكسبش تكسب ماتشين ثلاثة وفي فرق بتخسر ثلاثة وفي فرق يعني بتتعادل كل الماتشات تخسر ماتش انما تتعادل قبله ثلاثة وتتعادل بعده 2 فبصراحة يا جماعة يعني النهاردة في كارثة بأمانة لا قال لك انت بتفتح حتة لا مش بفتح انا بتكلم في الواقع النهاردة في كارثة اي حد يقول لك غير كده بص ما تكدبش عينك وانت بتتفرج على الماتش انا مش شايف النهارده في كارثه وانت بتتفرج على الماتش دي حاجات طبيعيه بس ده كلام منطقي كلمه ما تكدبش عينك ايوه انا شايف الصوره النهارده في كارثه الصوره في الماتشات ايه بقى انت اخر 16 17 دقيقه في ماتش الاتحاد والمحله اللعب الفرقتين ما حدش بيخش على حد ما حدش بيخش على حد اه ايوه خايفين على بعض عشان مش في موسم مستعد ما هي دي كارثه في الكوره ما هو احنا مش هنوصل لحاجه كده في الكوره لا بس انا اقول لك على حاجه الفرق اللي بتعمل كده والله بتتعاقب تاني سنه يعني الفرق اللي بتساعد فرق ان هي تقعد وبتظلم فرق تانيه هتشوف السنه الجايه اي حد عمل كده هتشوف نتائجه السنه الجايه الموضوع يعني الموضوع مش فير خالص يعني الصراحه خلي الكره هي اللي على فكره انت بتجتهد اتكافئ عملت مشاكل او عندك حاجات غلط كتيره جدا منتخب مصر ناشئين مع الكاميرون ولعبوا كده ماتش ودي كده عشان لو تعادلوا يصعدوا سوا تعادلوا في عادل الماتش ولا قال لك لازم حد يكسب وتوقف 5 لعيبه من منتخب مصر وقتها من منتخب الشباب ال5 لعيبه ما راحوش كاس عالم ما لعبوش كاس عالم كان منهم محمد عبد الله في الاسماعيلي وقتها 5 لعيبه توقفوا وما راحوش كاس عالم خلي بالك اوقات برضو بيبقى في الملعب يعني مثلا ماتش زي النهارده المحله والاتحاد ممكن ما يكونش في حاجه من اللي في دماغنا خالص بس اللعيبه في الملعب يقعد يقول له يا عم انتوا مش محتاجين حاجه من الماتش يا عم مش عارف ايه فيحصل تعاطف في الملعب قالت لك قبل كده وانت بتلعب اتقالت كتير ما بتتقال للناس كلها يعني قالت لك كابتن سيد بتتقال للناس كتير والله ما بحصل الماتش يا عم انت خدت الدوري قالت لك كتير اتقال مره كنا بنلعب الاسماعيلي بيلعب منتخب السويس في السويس واحنا خلاص احنا سبتهم 5 بقى فاحنا غريب حافظ حاجه دي غريب حافظ ريحته بصراحه كسبوهم 5 بس رايحين فاحنا ما فيش حاجه كانت اخر مباراه في الدوري وبنلعب في استاد السويد وهم كانوا محتاجين يعني مكسب 1-0 يقعدوا في الدوري عدى ربع ساعة كانت النتيجة 3-0 لينا بس هي الفرقة بتاعتنا بأمانة كان صعب حتى يعني بالمنطق لا الفرقة يعني دي ما ينفعش يعني تخسر قالوا لكم إيه يعني مع بداية الماتش قالوا لكم إيه؟ مش قالوا لنا هو يعني اللعيبة تلاقي الموضوع الاستقبال حلو والناس فخيم يعني بتقول لك مش عارف وينادوا عليك والجمهور ينادى عليك والحاجات دي كل ده حصل أيوة كل ده حصل أنا بقول لك بس إحنا في الملعب يعني كانت أمور عاديه هم طبعا اللعيبه حظها وحش هم متنشنين جدا لان ماتش هيقعدوا في الدوري واحنا الامور ماشيه يعني احنا كان الفراوده بتوعنا وقتها اوتاكا ومامادو كيت وخالد بيبو كان موجود الفرقه كلها يعني اول ربع ساعه اوتاكا جاب جونين ومامادو جاب جون بقى 3 الماتش كامل شتموكو غريب حافظ فيه واحده كوميديه في الماتش ده حلو لازم دي تتقال حلو يعني نتيجه 5-0 وبعد كده حمص راح بانفراد فبيحطها من فوق غريب فطلعت فوق العارضه بالظبط فغريب طلع عليه جري قال له ايه انت عايزها فضيحه؟ انت عايزها فضيحه 5-5 مش بس كسبان بخمسه عايز فضيحه انت حصل لك موقف كده؟ حصل لي مواقف في ماتشات ايه بقى زي وفرق يعني كان في ماتش فرقه في 2009 مع مين كنت مع حرس الحدود والماتش ده بنلعب 10 لعيبه وهم محتاجين مين بقى فرق يكسبوا إيه؟ فرقه انا مش هقول اسمها الصراحه ليه؟ مش هقول اسم الفرقه هو ده كلام لعيبه في الملعب لا ايوه هو كلام لعيبه في الملعب كنا بنلعب يعني. المحله حرس الحدود والمحله والمحله لازم يكسب السنه ديت اسمنت اسيوط قعد في الدوري اتعادل مع المصري في بورسعيد وقعد
في الماتش دي في الدوري، كان المنافسه بين المحله واسماعيل. الماتش ده انا جبت جول وكنا بنلعب في استاد الماكس. اوكي في اسكندريه. اه وكان جاي جمهور كتير للمحله والكلام دوت. اللي حصل بقى؟ تعرف الموضوع بقى في الملعب، الناس اللعيبه بتقول لك يعني خلاص انتوا مش محتاجين حاجه من الماتش ومش عارف ايه والكلام ده وخلاص، والدوري خلصان اخر ماتش في الدوري خالص. الماتش ده انا جبت جول والمحله تعادل بعديها، تعادلوا بعديها، بس كنا بنلعب 10 لعيبه من اول ربع ساعه. والماتش احنا بنروح ونضيع فرص، هم كان زي ما سيد بيقول متنشنين، كان بيقول لك ايه اللعيبه في الملعب. ايوه اللعيبه بتتكلم يا عم انتوا مش محتاجين الماتش، ما تريح يا عم انت مش عارف ايه، واحنا 10 لعيبه اصلا مطرود مننا لعيب. انت قلبك اسود. لا الموضوع ده ما فيهوش قلبك اسود ولا قلبك. انا لو بلعب الزمالك والزمالك هينزل درجه ثانيه، هبقى عايز اكسب الزمالك في الملعب. انا بلعب مع فرقه والفرقه دي مديني فلوس وباخد فلوس والحاجات دي كلها. اه طبعا انت راجل ده شغلك. هو الموضوع ده ناس ثانيه. اه ما ايوه دي بقى النقطه. انت بتشوف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت في فرقه اخر السعوديه اهلي جده نزل، اهلي جده واهلي جده ينفع، اهلي جده ينفع ينزل؟ لا اهلي جده بتاريخه ده ما ينفعش ينزل اصلا بجماهيريته بكل اهلي جده من الانديه يعني على المستوى العربي يعني من ليفل ايه يعني طبعا. تاريخ يعني طبعا. كبير ونزل لغايه اخر جوله كان ممكن يقعد صح لو كسب كان قعد. الموضوع ده اصلا ده عايز حلقات تتكلم فيه. اهلي جده اخر ماتش مين كان بيلعب؟ تقريبا الشباب وهم اول ما الماتش خلص الشباب عمل بيان يعني بيقول لا لجد يعني طبعا زعلانين. الكوره ما فيهاش دي، كوره مش في ايدينا يعني، دي كوره وانت ما تظلمش حد تاني فعلا، دي حقيقه. النهارده المحل مثلا على الصفحه بتاعته اتكلم عن استقبال الاتحاد السكندري قبل الماتش. المقاولين العرب عمل مثلا بوست يهنئ الاستاذ كامل ابو علي والمجلس الجديد بقياده المصري. كابتن علاء عبد العال ادى تصريح مش عارف كان معاك ولا فين، قال لك يا رب الزمالك ياخد الدوري قبل ما يلعبوا عشان يريح اللعيبه. ربنا بيديله من قبليها، خلصنا من قبليها. بس الماتش اللي فات اسهل ماتش بالنسبه له في الدوري. اسهل ماتش بالنسبه له في الدوري السنه اللي فاتت. بس هو ماتش البنك الاهلي عمل دور تاني. الصراحه عمل هو كان هيكسب ماتش البنك الاهلي، كان هيكسب. انا بقول لك هو الماتش لو كسب البنك الاهلي وكسب النهارده كان هيبقى 36 تقريبا صح؟ لا ده هو النهارده 33 ولا ايوه ما كان هيبقى 36. كان هيتساوى مع فرقه بس كتير. بقى انت كان هيخش في المواجهات المباشره بقى المواجهات المباشره. بس هو الدور الثاني عامل نتائج كويسه الحقيقه. من احسن المدربين اللي يعني ممكن في النتائج المباشره يبقى عامل شغل يعني. هو وسواريش احسن اثنين اشتغلوا الدور الثاني. مش عايز اديله حقه برضه. طيب خلوني ارجع تاني. مين يا كابتن سيد في الاهلي في اللعيبه الصاعده دي مع اللي ممكن متوقع انه تضمه يعني قائمه الفريق في الموسم الجديد؟ هو انا يعني هقول على وجهه نظري الشخصيه طبعا. اللي لازم يكملوا مع الفرقه او يتمرنوا مع الفرقه يعني خلاص لازم يبقوا موجودين من اول الموسم. يعني محمد اشرف لازم هيبقى موجود من اول السنه. محمد اشرف طبيعي جدا. رأفت خليل هيبقى موجود وزياد، دول يعني الثلاثه. محمد اشرف ورأفت خليل وزياد الباقيين الثلاثه دول انت شايف انه لازم يبقوا، دول لازم يبقوا حتى لو مش هيلعبوا لازم يبقوا موجودين. خد بالك انت ما قلتش احمد سيد غريب مثلا. احمد سيد غريب لا، على حسب الصفقات اللي انت هتجيبها ومين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد. لا خلي بالك انت لو جبت افريقي قوي وقعدت معاه محمد شريف مثلا فانت ما هتبقى محتاج ولد صغير من ناشئين ممكن يبقى اصغر من احمد سيد غريب، يبقى عنده 20 سنه يتمرن مع الفرقه ويكون موجود. حسام ممكن يمشي خلاص يعني 90% ممكن يمشي هيمشوا. وفي كلام على صفقات تبادل ففي يعني في لعيبه كده على حسب انت هتجيب مين. هتجيب لعيبه في الاماكن دي لعيبه اقوياء جدا خلاص يبقى انت اللعيبه دي هتطلع اعراض، انما انت لو ما جبتش لا يبقى ممكن يكمل معاك. انت لو ما جبتش فرد افريقي لا احمد سيد غريب يكمل معاك طبعا. طيب في ناس هتمشي خالص وفي ناس هتعار. يعني انت مرشح الثلاثه دول محمد اشرف ورأفت خليل وزياد طارق دول يكملوا مع الاهلي الموسم الجديد. في ناس الاهلي متوسم فيها يبقوا كويسين فممكن يعار سنه او سنتين، وده ظهر في منهم احمد عبد القادر نفسه يعني. مين ممكن يعاره ومين ممكن يمشي خالص انت شايف انه صعب انه يكمل مع الاهلي؟ لا مش حكايه صعب يعني، ما يعني فخري بقاله فتره ويعني هو عدى السن شويه فلازم يروح فرقه يلعب، لازم يكون موجود. فاعتقد ان هو هيخرج سواء اعاره او بيع او هيدخل في صفقات. الافضل يطلع اعاره؟ لازم يطلع لان هو كده يطلع. اعاره افضل للاهلي ولا يتباع خالص؟
ولو اتباع عندك القدره ان انت تجيبه برضه، انت حصلت مع لعيبه. لا يعني اقصد المكان ده هل فخري فارض نفسه او متوسم فيه يبقى لعيب محتاج كبير؟ وقت، محتاج وقت شويه، محتاج وقت، محتاج وقت ومحتاج يثبت نفسه في مكان تاني. طب احمد سيد عبد النبي لعيب كويس جدا، ما برضه انت لو جبت حد ناحيه اليمين هيبقى في عندك اربعه، هيبقى هو واحد من الاربعه. طب ده يعار ولا يمشي خالص؟ لا انا رايي ان هو يكمل لو انت عندك وجهه نظر في ناحيه هاني او كريم. لو انت واحد لو واحد منهم مشي سيب احمد سيد عبد النبي، لازم تسيبه طبعا. لان انت مش هتنفع تكمل بلعيب واحد. طب ميدو صغير صغير وبرده ممكن يطلع اعاره سنه ويرجع، لان هو مواليد 2004 برده. يطلع اعاره ايه؟ عشان يلعب تقصد؟ عشان يلعب يعني، عشان يلعب. و2004 و2003 دول عندهم الفرصه، عندهم فرصه اللي هو ايه، ممكن يرجع يلعب سنه بره ويرجع لك. طب عادي. شرقيه، شرقيه يعني ده من الناس اللي اتظلمت في الماتشات اللي لعبتها، توقيت غلط بالنسبه له. المكان ده حساس جدا، يمكن ما قدمش خلال الماتشات اي مردود يبين. فانا وجهه نظري برضو ان هو لو اعاره لاي نادي من الانديه اعاره افضل. طبعا. طب علي عمرو ومحمد حمدي؟ لا يعني محمد حمدي لعب ربع ساعه او 10 دقائق ما تجربش برضو. يعني اللعيبه اللي تحت السن يعني اللي هو يبقى 19 سنه ممكن يكمل معاك، ناشئين مع فرقته يكمل معاك ويطلع على فترات مع الفريق الاول، بحيث ان هو ايه لازم يشوف الفريق الاول التمرين، طريقه التمرين، طريقه الفك، الناحيه البدنيه بالنسبه له. انا قلت لك على زياد قبل كده، زياد لو بيتمرن مع الفرقه بقاله سنه كان الموضوع هيختلف تماما. طب انت مع ان محمد محمود يمشي؟ محمد محمود لازم يمشي ليه هو، عشان يلعب، عشان يلعب عدد ماتشات كبير. يمشي سنه. محمد محمود لو مش مصاب انا هقول يعني مش راجع من اصابه هقول لك يكمل ويقعد ويحارب منتخب مصر ويحارب على مكانه. انما انت هتقعد في فرقه كبيره تلعب ربع ساعه 10 دقائق مش هترجع للمستوى اللي انت كنت فيه قبل الاصابه. فيلعب موسم بره، يلعب موسم بره، يلعب له 25 30 مباراه هيرجع بشكل قوي على النادي الاهلي. انت معايا برضو فكره الصفقات التبادليه ان حسام حسن يمشي وصلاح محسن والكلام ده؟ لا مش حاجات يمشي، واي حد انت هتجيب حد افضل منه اكيد هتدخله. ما يكملش يعني، ما يعني طبيعي جدا، لان انت في الانديه الكبيره عامه، او انا هتكلم مثلا عن النادي الاهلي، انت لو قعدت سنه ما قدمتش المردود الناس مش هتصبر عليك السنه الثانيه ابدا. تمام. وخصوصا ان انت خسرت حاجات. يعني ممكن ده يبقى مقبول لو انت بتكسب بطولات هتكمل الامور هتعدي. انما انت بتخسر لا، لازم هيبقى فيه احلال وتجديد. يعني نروح لكابتن احمد عيد بالمثل. بس الاول النهارده محمد رضا بوب فاجئنا من شويه، عمل ستوري على نزل صوره في الماتش على الانستجرام ان هو راح الاهلي. فين اللي راح؟ نزل صوره في ملعب السلام. ايه المشكله؟ يعني صوره يعني يعني صوره قدام الشعار وعامل قلب ايوه. طب ما هو على فكره هو الشعار ده حوالين الملعب كله، فاي صوره هتلاقيها موجوده في الشعار. هو نفس موضوع ابراهيم عادل برضه بالظبط. طب ايه الداعي انه يعمل ده دلوقتي؟ ايوه ما هو بيعمله، هو بينزل صور على طول على فكره زي كده. هو عندي على انستجرام صاحبي يعني، فبينزل صور زي دي والله. يعني ده ما تعنيش حاجه بالنسبه لك؟ وانا وجهه نظر ما تعنيش، وانا وجهه نظر ان فيوتشر مش هيفرط في لعيبه. طب ما سالتوش ليه مدام صاحبك؟ ما انا بقول لك، انا بقول لك هم مش هيفرطوا في لعيبه. انا بقول لك اهو. تعني ايه يا كابتن سيد دي؟ اصل في كلام بقوه على بوب انه يروح الاهلي. بس دي مش علامه يعني، مش تاكيد ولا حاجه يعني، هي نقطه. ما انا بقول لك انا حاسس ان النادي الاهلي خلال يومين ثلاثه الجايين دول كل حاجه هتبان، سواء صفقات اللعيبه اللي بتتفاوض معاها، كل الامور لازم تتحسم خلال الفتره دي. لو عايز تبدا موسم جديد بشكل صح او بشكل قوي خلال الثلاث ايام مدير فني يكون موجود، الصفقات كلها صفقاتك تكون تبقى انت كاملة. محددها ومخلصها تعرف طريقك عشان تعرف هتبدا. طب كريم حافظ ولا محمد حمدي؟ لو الاهلي بيختار واحد منهم. لو الاهلي انا محمد حمدي كده كده جدد. انا فاهم، بس كريم حافظ كان موجود في بيراميدز النهارده بيتفرج على الماتش، كان موجود في المدرج وبيتقال انه هينضم لبيراميدز. في ماتش الجونه كان موجود كريم حافظ واتقال انه هينضم لبيراميدز، وانه قصاد ده ممكن محمد حمدي يسيبوه. لا هو قصاد دوت انا بقول لك ان حسين السيد مش مكمل في بيراميدز. حسين اللي هيمشي في الناحيه دي. هو محمد حمدي مجدد وقاعد ومستقر. من حسين كان اساسي ماتشات كتير. لا هو ما يعني انا بقول لك بقى اللي انا عارفه محمد ده خبر يعني؟ بقوله لك يعني. ما من حسين السيد هيمشي راح مكان يعني عايزه ولا هم هيمشي؟ هيمشي من هيروح فرقه تاني يعني. يعني فرقه هتشتريه ولا هو ولا هم تكيس تكيس مش عايزه؟ هو هتمشي بقى زي ما تمشي، اللي هو المهم اللي هو مش هيبقى موجود.
انا بقول لك مش هيبقى موجود، كان بيلعبوا ماتشات كتير. ايوه انا عارف، بس انا ممكن اجاوبك على السؤال من ناحيه النادي الاهلي. يعني وجهه نظري دلوقتي بعد ما شفنا الولاد اللي لعبوا كلهم، انت اصلا اشرف ولا, ولا 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 تجيب حمدي ولا تجيب كريم حافظ، خلي معلول وتحتيه اشرف ورأفت خليل، ورأفت خليل يبقى عندك ثلاثة الماتشات اللي علي مش موجود فيها او مش جاهز فيها، حد من الاثنين هيكون موجود، وهيكون موجود بشكل كويس جدا. تمام. كابتن احمد عيد نفس الفكره، ادي صوره كريم حافظ ايوه موجود في مدرجات ملعب بيراميدز. طبعا كريم كان بيلعب في دجله وراح بالمناسبه ولف لفه في تركيا، لف في تركيا واعتقد في اليونان برضه، لا في منتخب مصر بالمناسبه. بس هو الناس بتحط ليه يعني حاطه ليه في دماغها ان بيراميدز هيفرط في لعيبه؟ ليه؟ الواضح لا بيراميدز هيفرط ولا طلع الجيش هيفرط ولا فيوتشر هيفرط، الواضح أيوة كده. ايوه هم هيفرطوا في لعيبه ليه؟ ولا فاركو خلاص، هم مش محتاجين اصلا، هو بيلعب اللي هو عمال ياسس. انت الصبح راجع الزمالك وقعدت هنا. ايوه طب ما هو قفل القيد كان هيرجع الزمالك. قفل القيد طلع امتى؟ قفل القيد طلع امبارح. اول امبارح. امبارح ايوه طيب ما هو كان هيرجع امبارح مش اول امبارح. ايوه الشيك راح الزمالك من اول امبارح، كانوا ناويين يدفعوا الفلوس اصلا يا باشا اول امبارح الشيك. انا بقول لك اللي هو كان راجع الزمالك، وكان في ديل، انا بقول لك كان في ديل معمول وان لعيبه من الزمالك كانت هتروح يا باشا، ما كانش راجع. وانا بقول لك لو كنت والله العظيم انا مش عايز بقى اقول لك. طب ما تقول وانت يعني بتعرف الاخبار عشان ما تقولهاش. لا انا بقول اصل اخبار بتجي لي مثلا من حد من الشخص نفسه، فما ينفعش حاجات اقول الصبح نفسه بقول لك يعني حاجات ما مش بخبي. لا من الشخص نفسه. لا هو بالمنطق كده، لو صبحي راجع الزمالك ايه المانع ان هو كان الامور كانت سهله، ان الزمالك بيكلمه وهو يقول اه. لا مش سهل، هو كان فاركو مش هيبعت الشيك. بس ايوه ما هو فالبند مش هتفعل. انا قصدي كده يعني هو اجبار عليه مش هيعرف يجيب حارس مرمى يا باشا، ده لسه القرار طلع عندنا، ده بعته من يومين. هو بعد الشيك قبل ما القرار ما يطلع. لا مفيش الكلام ده يا باشا، بعت الشيك قبل امبارح. ما فيش الكلام ده يا فندم. بعت الشيك. طب هات لنا صوره الشيك. خلاص خلاص يا عم هنخلص. انا بقى لي سبع دقايق ولازم اخلص القصه دي بتاعت ما يعني انا بتكلم في الحته بتاعت بيراميدز، هم ما بيبيعوش لعيبه، فالناس بتطلع بتتطوع، وناس بيبيعوا للناس كلام ان هو ده رايح وده موجود وخلاص، والزمالك هيخلص والاهلي هيخلص. انا موضوع ابراهيم عادل، الناس خلاص قالت ان ابراهيم عادل في الاهلي طب باي اساس هم الناس هتبيع؟ يعني على اي اساس بيراميدز هيبيع؟ هو ما بيبيعش، هو بياخد من الانديه. هو على اي اساس اتطرح فكره ان رمضان يرجع؟ بس ايه المانع انه يبيع يعني؟ طب أيوة هو ليفربول باع ساديو ماني. هو مش عايز، هو مش هيبيع حد مهم بالنسبه له. مهم في ليفربول. هو بيراميدز باع قفشه. ايوه انا بقول لك هو مش هيبيع حد مهم بالنسبه له. ما هو ساديو ماني ما كانش مهم ليفربول، ما هو خلاص الموضوع بره مختلف عن هنا. اقصد بتحصل، هو باع قفشه برضه، كان قفشه كان مهم في لا الفرق. بالنسبه له في الفتره ديت ما كانش اهم حد في الفرقه، كان عبد الله هو اللي مسيطر. عبد الله اما جه فخلاص انت بتتكلم في حاجه تانية. وقفشه راح الاهلي وعبد الله بيلعب في بيراميدز. ايوه انا بقول لك هو الموضوع، هم بيراميدز الفكره مش مطروحه اصلا ان هم يسيبوا لعيب. هو بيتكلم ما حد بيسالهم يقولوا لا ماشي، ويروح حط لك مبلغ 5 مليون انت ما حدش هيعجزك يعني. ايوه ما حدش هيدفع. طب بنفس المنطق عندنا تشكيله الزمالك، محمد نديم، احمد زكي، محمد حمدي، محمد طارق، حاتم سكر، محمد حسام بيسو، خضري، احمد عبد الرحيم، ايشو، يوسف، اسامه نبيس، جعفر، حسام اشرف. وعندنا في الدكه كان موجود سيد عطيه، عبد الرحمن علي، احمد رفاعي، محي جمعه، ماجد هاني، كريم عبدون، رضا عبد الرازق، ادهم الخواجه، علي ياسر. انت اللعيبه دي كلها عارفها يعني؟ مش كلهم عارف طبعا، مجموعه كبيره منهم. احمد زكي لعب قبل كده في كاس الرابطه، محمد نديم اول ماتش ليه حارس المرمى، اول ماتش بالنسبه له، ومحمد حمدي يمكن اول ماتش يلعبه، ومحمد طارق لعب ولعب في الدوري ولعب ده اللعبه اللي اعتقد اللي هو هيكمل. حاتم برده لعب في كاس الرابطه شويه، بيسو لعب شويه برده في كاس الرابطه ولعب الماتش اللي فات، وخضر لعب الماتش النهارده اللي فات او اللي قبله مش مين، وخضر لعب في الدوري والماتشات كانت شغاله، كان ماتش الماتش اللي فات ده على طول متهيألي. لا مش اللي فات، الماتش من الماتش اللي حسمنا فيه الدوري تقريبا فاركو نزل او اللي قبل فاركو كمان، كان في ماتش قبل فاركو في استاد الكوره هو لعبه، هو نزل والزمالك كسبان 2 او 3. كان المقصه ايوه ماتش المقصه كان 5 صح لعب الماتش ده.
وطبعا الثلاثة اللي قدام يوسف وسيف وحسام اشرف مكملين. انت متوقع الثلاثة دول مكملين؟ دول كده طبعا كدا احنا مش هنتكلم على نيمار ولا حسام لا عبد المجيد مش هنتكلم ولا الناس دي كده هو محمد طارق وتغيير وماجد هاني لعيب من اللعيبة كويسة جدا 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 يعني حاجة متألق كمان مع منتخب واللي نزل جدا. اللي نزل عمل ماتش كويس قوي بقى يعني كريم عبدون كريم عبدون دوت نزل تغييره بين الشوطين عمل ماتش كويس قوي 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 يعني. طب انت بقى قول لي توقعاتك مين يقعد ومين يمشي. انا اقول لك وجهه نظرك يعني محمد طارق هيقعد او محمد نديم كده مكمل. الزمالك هيجيب حارس تاني وهيبقى محمد نديم موجود تالت يعني. انت تقييمك ليه في الماتش يعتبر ما فيش حاجه. هو الجول الاولاني بس الكره مفاجاه الصراحه صعبه شويه ممكن تخش في اي حارس كبير طبت والكلام ده لكن تقييمه في الجون الثاني زميله حطها فيه اتلعبت بالعرض مفيش حاجه فما فيش حاجه يعني الحاجات اللي جات له كلها مش ما فيش اختبارات قويه يعني ما كانش في عرضيات كتير لا ما فيش الحاجات ديت ما كانش في اختبارات كتير. فنديم مكمل كحارس تالت وطارق مكمل واضح. انا اللي عايزه بيسو عايز بيسو يطلع اعاره لعيب من اللعبه كويسه جدا كمان اعاره محمد حسام بيسو وايشو كمان الاثنين ايشو لعيب مهاري لعيب كويس بس عايز يلعب برضه عايز يلعب كتير يعني انت مرشح بيسو وايشو الاثنين يطلعوا اعاره احمد زكي لعب في كاس الرابطه لعب باك ليفت ما كانش قد كده وكانت الفرقه وحشه. النهارده الراجل لعبه سيرت باك تالت في الطريقه اللي تحت وهو شول فدي ممكن تدي له اولويه اللي هو يبقى موجود وكان كويس قوي النهارده يعني من الناس اللي ماسكه نفسها يعني. طب يعني انت يوسف اسامه وحسام اشرف وصيف جعفر ومحمد طارق ونديم دول خمسه دول عادي دول في الغالب وانت شايف بيسو وايشو الاثنين اعاره واحمد زكي لو الراجل بقى ما تعرفش مين اللي هيكمل في حته التالت من تحت. طب ماجد هاني اعاره ولا لا يكمل؟ ماجد هيكمل في الفرقه ماجد هيطلع اعاره معنى انه اعاره انه هيكمل لا بس تحط في اللعيبه ترص لعيبه يعني. لا مش هترص هو الراجل افضل مكان في الزمالك محتاج فيه ايوه محتاج هو ده هو وبتاع سموحه اسمه ايه اللي راجع انا نسيت اسمه علاء حمدي علاء هما الاثنين هيبقوا موجودين. هو كمان ماجد لعيب من اللعيبه يعني هتحس الكره في رجله كده شكلها حلو وياخد من هنا ويودي هنا ولعيب تحس اللي هو اكتف على طول كده ومتحرك وعنده باور يعني ودقيق يا تمريرته حلوه وكورته حلوه فهو لعيب كويس جدا طبعا اتمنى اللي هو يبقى موجود وياخد فرصه كمان يعني. خد بالك امام ما عنده الحته دي وهيبقى ماجد وجلوردي برده معاهم جه وحمدي راجع ورؤى جدد بس برضو الزمالك ممكن يبقى محتاج حد شوية. خبره في المكان دوت خبره شويه مين بقى ما انت برضو الدنيا بتدور لو ما لقاش في الاسعار الخياليه اللي احنا شفناها يبقى عبد الغني يقفل السنه الجايه. ما هو في الغالب اصلا هتلاقي الراجل بيلعب بعبد الغني ماتش الهلال اللي هو بتاع الهلال السعودي في الغالب يعني هيبقى ست. طب بالنسبه لعبدون هيكمل لا انا عايزه يطلع اعاره هو لعيب كويس. طب وادهم الخواجه وادهم برضو ادهم لسه صغير دول كلهم لعيبه صغيره فليهم هم هيبقى ليهم سنين تاني في الناشئين زي ابوه ما شاء الله يعني فكرني بكابتن محمود فاكره؟ لا كابتن محمود الخواجه اكيد ما اتفرجش بس كابتن محمود ما شاء الله كان مدربي في الناشئين والله طب ما اتفرجش عليه برضه بس عشان صاحبنا كان قديم قوي بصراحه تمام نكمل يوم بكره ان شاء الله نكمل احنا بايتين هنا في الاستوديو بايتين في الاستوديو مكملين بكره الحلقه ان شاء الله. تدفع كام؟ تبقى قدام الناس عزومه يوم الاحد احنا نتكلم مع بعض زي الماتشات بتاعت الدوري الاخرانيه ديت بكره نكمل كلامنا ان شاء الله ان شاء الله. احنا بس يعني بالاول قبل ما نختم بننعي وفاه شقيق الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق توفى
إن لله وإنا إليه راجعين، يعني راجعون. وخالص التعازي من الأستاذ هاني العتال رئيس مجلس إدارة اي تي سي للدكتور عبد الله جورج على وفاة شقيقه، للفقيد الرحمة ولأسرته كل الصبر والسلوان. كابتن سيد معوض بنشكرك شكرا جزيلا. على فكره احنا ممكن هنا في الاوضه اللي جوه دي، ما احنا هنعمل كده يعني، عندنا 3-4 اوض كلها يعني، ممكن نقعد عندنا كنبه فريد سليم يعني، نقعد ونكمل الحلقه الصبح حد نجيب طاوله. ايه رايك؟ مش لعيب طاوله؟ لا لعيب بلاي ستيشن سيد، لعيب بلاي ستيشن. انا بلاي ستيشن. نبعت نجيب بلاي ستيشن. لو قلت له كده مش هيمشي. طب وانت ليك في الطاوله؟ اللي شبهك وانت ليك في الطاوله؟ لا يا راجل، انا هعلق رهوم بقى في الحاجات دي. دي يا راجل. طب هنختم بقى عشان اطلع لعبك 10 تيرا. شكرا كابتن احمد عيد عبد الملك، نلتقي بكره ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.